بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة في الحلقة عندنا أمور كتير جدا وقضايا كتير جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم في البداية. وفي الفقرة الأولى هيبقى معانا واحد من نجوم النادي الأهلي أو اتنين من نجوم النادي الأهلي، الكابتن معتز إينو والكابتن محمود سمير، والفقرة الثانية الأستاذ عبد الشافي صادق والأستاذ عمرو كمال، نناقش بعض القضايا كالعادة. لما يبقى في قضايا بيبقى معانا مجموعة من الصحفيين المحترمين نناقش كل حاجة معاهم، خصوصا اللي هيبقى فيه كمان انفراد مع الأستاذ عبد الشافي صادق. في فقرتنا الأولى هيبقى معانا نتكلم شوية في الكورة واستعداد منتخبنا والنادي الأهلي لمباراة النجم القادمة، كل ده هيبقى مع نجومنا النهاردة. في البداية عايز أتكلم عن أمور كتير جدا بس بشكل مختلف. البعض ناقش، البعض اتكلم فنيا، البعض حاول يتصيد أخطاء، البعض بيتدخل في أمور مش بتاعته، والبعض بيتكلم في كل حاجة، أو الجميع اتكلم في كل حاجة، لكن النهاردة هنناقش من وجهة نظر مختلفة. واللي أنا عايز أتكلم فيه في البداية المقارنة ما بين مباراة الترجي والنجم الساحلي، وقلنا لحضراتكم من البداية المباراة هتبقى أصعب، خصوصا إن النادي الأهلي بيقابل الترجي وفريق قوي والكل اتكلم عنه بشكل كويس جدا وفريق منظم وعنده وسط ملعب قوي، كل الأمور الفنية دي اتكلمنا فيها، لكن الأهلي كان مسافر بدافع واحد فقط. الأهلي كان مسافر بدافع الفوز فقط، عشان يكمل في البطولة كان لازم يكسب. وعشان كده صعوبة المباراة ان انت لازم تكسب بس. والأهلاوية كان عندهم يقين ان النادي الأهلي بيتحط في موقف صعب، دايما اللعيبة والجهاز الفني بيبقوا في الميعاد. وكل جماهير النادي الأهلي زي ما اتكلمنا مع بعض قبل المباراة، خصوصا الترجي قبل ما انتقل للنجم الساحلي، الكل كان بيتكلم الأهلي قادر والمستحيل ليس أهلاوي وأفريقيا أهلي، كل الكلام ده اتقال، وروح الفانيلا الحمراء اللي الجماهير رفعتها وسافرت وعندها تحدي وعندها اصرار زي اللعيبه بالظبط، الاهلي هيكسب. وكسب، كسب الاهلي عشان ما كانش فيه غير حل واحد فقط اللي هو الفوز. انتقلنا لمباراه النجم، قلنا لحضراتكم هنا المباراه اصعب بكتير من مباراه الترجي. ليه؟ لان الدافع مختلف. الدافع هيبقى مختلف، في لسه شوطين، في شوط بره الارض وشوط تاني خارج الارض، لكن او داخل الارض. المباراة صعوبتها من هنا، ايه تاني صعب؟ لان فريق الترجي فريق حاصل على الدوري العام، النادي الاهلي قدر يكسبه، فانت النهارده لو بتستعد 60 70 80% لا هيبقى عندي حافز 100% بل 150% وسط جمهوري وسط ارضي اللي انا احسن من ملعبي، فهنا دي صعوبة المباراة. فلازم كل ده حضراتكم تبقوا عارفينه، وخصوصا جمهورنا العظيم. فما تسمعش بقى لاصحاب الاغراض وهنتكلم بعد شويه في امور كتير جدا حصلت عشان تبقوا معانا في الصور. جمهور شرس على ملعبه، وبحكم ذكريات كتير جدا في ملعب الترجي كنا موجودين وبنحكي لحضراتكم، جمهور بيشجع، ودايما لما بنراهن على جماهير النادي الاهلي اللي هي بتروح وبتساند واقفه جنب لعيبتها بعد مباراه الترجي والشكل الاكثر من رائع، مش المره دي بس أو الشكل اللي احنا شفناه ده بس، على مدار التاريخ صدقوني. فمن هنا النجم نفس الحالة. احنا بنتفرج على التلفزيون وبنتابع المباراة وبنشوف التشكيلين وبنشوف الجهاز الفني، لكن ملعب النجم جمهوره برضه في الملعب هناك يخد صدقوني. وجمهور شرس وجمهور قوي بيحفز لعيبته، كل ما الفرقة تقع بيقومها بمنتهى السرعة. واسألوا اللي كانوا هناك. اسالوا جماهير النجم الساحلي كانت عامله ازاي هناك. فدي جزئيه مهمه جدا كمان ناكدها لحضراتكم في البدايه، اللي انت خارج الارض نتيجه من وجهه نظري في عالم كره القدم يا جماعه 2-1 في كره القدم اهي هزيمه، لكن نتيجه كويسه جدا لمصلحه النادي الاهلي، واللي عايز يكسب البطوله لازم يكسب بره وجوه، بره وجوه، لكن النتيجه طبعا كويس عشان الهدف اللي انت جبته. لكن البعض بقى اللي يعمل لك حاله من الاحباط واصحاب المصالح ومش عارف ده صالح مجري لوحده وده متعب ما لعبش ليه، لا ده ازاره ب 28 مليون، الكلام ده ما ينفعش حد يضحك عليكم يا جمهور الاهلي يا واعي يا محترم. فرقتك النتيجه اللي حصلت 2-1 واحنا ناس عشنا عمرنا في الكوره وعشنا في مواقف زي دي واصعب كمان بكتير، 2-1 طبعا ما نتمناش الاهلي يخسر،
لكن 2-1 نتيجة كويسة جدا جدا جدا، ولو عايز البطولة لازم تكسب. هتتعادل على ملعبك حتى لو انت محتاج تعادل، لا لازم تكسب وتلعب على الفوز. فمن هنا ان انا شايف ان النتيجة كويسة زي اهلاوية كتير محترمين شايفين كده. طيب ايه كمان؟ كلمنا على دوافع اكيد مختلفة ما بين التفكير ما بين النجم والترجي، خصوصا عند الخصم اللي انت كاسب فريق الكبير وفريق رقم واحد هناك، فهيقابلك الطبيعي لازم يبقى شرس وعلى ملعبه. لكن النادي الاهلي بشخصيته قدر يجيب هدف وقدر يضيع اهداف كتير، على عكس ناس كتير عماله تتكلم كان النادي الاهلي ما راحش الماتش، مش عارف، مش هو اداء اللاعبين، مش هو علي معلول، مش هو احمد فتحي، مش هو مش عارف، وابتدت الاحباطات من جديد. لا انا اقول لحضراتكم ليه ما شفتوش علي معلول في على نفس مستوى مباراه الترجي. ما تنسوش ان الباك رايت الراجل دوت من افضل لعيبه في منتخب تونس، عنده سرعات، عنده اختراقات، عنده كورسات، فالطبيعي ان انت خارج الارض وشوط اول لازم تقفل، لكن ما سيبلكش مساحات مفتوحه. ولا هي تحليلات الكوره بتبقى على الكيف، ازاي اوقع معنويات الفريق لاهداف تخصني او اهداف شخصيه؟ انا بكلمكم كوره بدون اي مصلحه. طب احمد فتحي، احمد فتحي كلنا زعلانين اللي مش هيلعب المباراه القادمه، لكن احمد فتحي مين يتكلم على رجوله احمد فتحي وشخصيته داخل الملعب واخلاصه وجدعنته ورجولته؟ ما بتكلمش هنا في فنيات، بتكلم على شخصيه اللاعب داخل النادي الاهلي. فاحمد فتحي نموذج لكل لعيبه مصر في الرجوله وانكار الذات والجدعنه والاخلاص والقتال داخل الملعب. فجأة أحمد فتحي ما كانش هو أحمد فتحي اللي الله الله. أنا بقول تاني نتيجة إيجابية جدا، 2-1 في عالم كرة القدم من خلال مشوار طويل كلاعب مع زمايلي محترمين ومع أجيال سابقة، 2-1 كويسة جدا جدا خارج الأرض. فريق مش شرس. أنا أحترم الخصم ودايما أحترم الكابتن حسام اللي هو بيصرح ضد الخصم بشكل محترم، لكن مش بالفريق المرعب كورة. ما تجيش تقول لي نتايجه بره كويسه جدا وهايله. طب ما هو الترجي ما خسرش ولا مباراه والاهلي الوحيد اللي كسب الترجي. ولا ذاكرتنا زي السمك بننسى؟ لا الاهلي فريق جامد، فريق قوي، عنده في كل مركز 3-4 لاعبين، عندنا ثقه في اي حد يلعب، اللي موجود قدها وقدود، جماهيرنا موجوده كلمه السر، في رجوله، في جدعنه، لازم نكسب. عشان اخد بطوله لازم اكسب، مش لازم اتعادل عشان اخد بطوله. فاهم؟ انا بكلمكم باللي انا عشته واللي انا شفته واللي انا شفته في المباراه. طيب تعال نتكلم على مستوى الفني داخل المباراه وخلق الفرص. خلق الفرص كان كتير جدا، نتكلم فرصه لوليد ازارو، فرصه لاجاي، الكور الثابته اللي عملها النادي الاهلي في منها اللي كانت خطره جدا، زي ما احنا بنهتم بفرقه النجم اللي هو مميز في الالعاب الثابته، لا والاهلي كمان مميز. وجات له فرص خطره جدا. وهو ده اللي انا عايز اقوله، بنتكلم على 5-6 فرص الاهلي في المباراه، في وقت في المباراه في ربع ساعه الاهلي سيطر سيطره كامله خارج الارض وسط جمهور المنافس الشرس، وقدر النتيجه تطلع 2-1 باخطاء. وعالم كره القدم لازم يبقى فيه اخطاء، يا اما بقى المباراه كلها تنتهي تعادل. نعالج الاخطاء وكابتن حسام يشتغل عليها بسرعه، لكن النتيجة أنا بقول لكم مرة تانية وثالثة ومليون، في عالم كرة القدم بعيد عن الأغراض اللي بنشوفها، لا 2-1 نتيجة طيبة، نتيجة كويسة، واللي بيجيب الهدف خارج الأرض ده ميزة ليك. فأنت لو تعادلت 0-0 أو 1 وكان لازم تكسب 1-0، لكن النتيجة الـ 2-1 دي كويسة في صالحك أنت، عشان الناس بس تبقى فاهمة الشكل العام واللي انا عايز اقوله. دي جزئيه مهمه جدا. النادي الاهلي لما بيكسب بطوله، انا مش هتكلم على تحكيم وانذار احمد فتحي اللي بالنسبه لي غريب جدا جدا جدا، لا يرتقي الانذار، مش هتكلم على ضرب الجزاء، واول مره اعترض على الكابتن سيد عبد الحفيظ المحترم، بحييه على الشغل اللي عمله، بحييه على الانضباط، بحييه على تهيئه الاجواء، لكن الكابتن سيد هو كان عايز يخرج من وجهه نظري بره الصندوق، من فكره بقى التحكيم وبتاع، احنا وصلنا مش والله لازم نكسب، لكن لا الحكم ما كانش كويس. ليا ضربه جزاء صحيحه 100%،
وعدم روح رياضيه، لازم الحكم هو اللي يصفر فاول على اللاعب والقوانين بتقول كده، وكمان الانذار بتاع احمد فتحي ده شفناه. اه طبعا شفناه، لكن اللي انا عايز اقوله اللي لما بنكسب بطوله بنكسبها بشرف، بجهد، بعرق، بتخطيط، بنظام، بصفقات، بترس، جماهير، اداره، لعيبه، جهاز فني، جهاز طبي، موظفين، مدلكين، عمال، جماهير، كل ده منظومه بنكسب بده، ده تاريخ الاهلي، ده تاريخ الاهلي. لكن ما بناخدش بطوله بلعبه ما فيهاش فير بلاي، او ما بناخدش بطوله بعدم روح رياضيه. انا كان في لعبه نفسي اوريها لحضراتكم عشان الكبير بيتصرف تصرفات كبيره. مباراه الترجي بعد ما الاهلي كان كسبان 2-1، لعيب من الاهلي وقع. انا نفسي اتذكر الاسم، راح من دماغي دلوقتي وبعتذر، لكن انا فاكر اللعبه كويس جدا لانه حافظ المباراه كويس جدا. واللعيب اللي من وجهه نظري في منتهى الاخلاق طلع اللعبه الكوره رجعها للاهلي تاني وهو خسران 2-1، وهو خسران 2-1. استغرب من البعض اللي يجي يقول لك انا هكلمكم كوره بحته، بكلمكم فني جوه الملعب، لان 1000% لما طلع لك الكوره تديها لي، لكن اللي مش الطبيعي اللي انت ما تدينيش الكوره، ده اللي مش طبيعي وده اللي انا ما اتوقعهوش من فريق كبير وصل قبل النهائي، هي دي الحقيقه. لكن تبرر بقى تقول لي عدم تمركز اللعيبه، لا نشيل سعد، لا ده سعد معاه جماهير، لا ننقل على لعيب ممكن ايه ما عندوش الجماهير الاكبر فنشيل دوت اكتر شويه، لا طب نشوف الشماعه، طب هشام محمد طلع الكوره بعيد، لا طب هشام محمد طلعها قريب، هو لقى زميله الدخله قويه طلعها بره. ليه بندور على الحجج او الكلام الفارغ اللي نقوله ونضحك بيه على الجماهير؟ خلي بالكم اتنين ياثروا في الجماهير بشكل كبير، وبكلمكم بخبرة سنين طويلة. مذيع المباراة ممكن يطلع لك لعيب نجم المباراة يطلعه فاشل، يطلعه اللي هو ما عملش أي حاجة فيهم، صدقوني. مذيع المباراة مهم جدا، والاستوديوهات التحليلية ممكن يفطس لك أي حد، ممكن أداء فيه روعة، فيه ضغط، فيه كل حاجة، يقول لك ما أدوش الضغط بشكل مناسب شايفين، ويجيب لك 3-4 ألعاب، هما فعلا الكلام مظبوط، لكن ما يكلمكش بشكل عام. فالتحليل ومذيع المباراة عشان تبقوا فاهمين بس الدنيا ماشية ازاي. فأنا عايز الجماهير، دورنا اللي نوعي الناس كلها، ودورنا اللي نقول لكم الحقيقة، ودورنا اللي نقول لكم خلي بالك من ده، وشوف ده بيقول ايه، وده غرضه ايه، وده بيعمل كده ليه، وده بيستفيد ايه، ده دورنا كإعلام، دورنا نقول لك الحقيقة. فمن هنا اللي هشام محمد طلع اللعب عشان زميله والدخلة قوية جدا بيتألم في الأرض، الطبيعي في عالم كرة القدم والروح الرياضية والفير بلاي اللي حضرتك تديله الكوره. لكن مش طبيعي ان انا اخدها والعبها كروس بسرعه وتقول لي عدم تمركز. هو صحيح اللي لازم ابقى مركز واحط احتمالات ان شاء الله 2% او 1%، وده يعلمك للي بعد كده، يعلمك تشتغل باخلاقياتك تاني، ما تعملش زي بقيه الفرق، وده الاهلي علمنا كده كلنا، وهي ده جزء من المبادئ اللي احنا نعرفها. تكسب بروح رياضية، تكسب بشرف، تكسب بمجهودك، تكسب بعرقك. لكن احنا مش زي أندية تانية أول ما بيخسر بطولة يروح يتحجج يقول لك الحكم، الحق الحكام، الحق الأهرام، الحق مش عارف إيه، وبيخلق أعذار لنفسه والجماهير والأمور كتير جدا. عمر الأهلي ما بيعمل كده، بتروح بطولة بيقاتل تاني تلاقيك جايب 4-5 بطولات. باللي أنت ترتب أوراقك وتعيد أوراقك، وده اللي احنا شايفينه بيحصل داخل النادي الأهلي. كان مهم جدا أتكلم في النقاط دي. أكيد هنستوعب الدرس، وخلي بالي من فريق ما عندهوش روح رياضية، ده مهم جدا، لأن عالم كرة القدم هو فيه الأخلاقيات قبل أي حاجة برضه، ودي حاجة ما فيهاش روح رياضية، ودي قواعد الاتحاد الدولي اللي بعض الفرق ما تعرفش عنها حاجة. عايز أتكلم كمان مع حضراتكم في بعض الأمور. كابتن حسام البدر كان ليه كلام قبل المباراة، قبل المباراة كلام واحد، هنحسم قبل مباراة الترجي، هنحسم المباراة الترجي هناك في رادس في شوط أول وشوط تاني، لو معانا وروا الناس، لأن في آدي كلام الكابتن حسام قبل مباراة الترجي، أثق في قدراتنا على هزيمة الترجي والتأهل سيكون في رادس، وقد كان الحمد لله. يعني الراجل التصريحات دي كانت قبل ما يسافر. طب وقبل النجم قال إيه الكابتن حسام؟
وقبل المباراة الثانية وقبل المباراة الأولى التعامل مع مباراة النجم على شوطين ونحاول استغلال نشوة الفوز على الترجي. لكن الراجل خش بقى في تفاصيل الكلام اللي عارف اللي فيه، كمان هم عندهم قلق، كمان هو اللعيبة جابت هدف. أنا بشوف بخبرتي حتى تصريحاتهم بعد المباراة هو مش مصدق اللي كسب النادي الأهلي. هو أهم حاجة وده الصحف بعدها كتب كده إن إحنا عوضنا هزيمة الترجي، لكن نسيوا اللي فيه شوط تاني. والعبرة بالنهاية، والنهاية أثق في جماهير النادي الأهلي في وجودها في التتش. هتكلم في ده كمان بعد شوية، لكن دي كانت تصريحات الكابتن حسام البدري قبل المباراة. ومهم جدا تعرفوا اللي هو شوطين، ومفيش حاجة اسمها فريق ما بيخسرش. الأهلي أذكر حضراتكم وأذكر نفسي مرة أخرى، أنيمبا كان فريق قوي جدا ما بيخسرش. النادي الأهلي راح كسبه هناك بهدف لعماد متعب. النادي الأهلي بترو أتلتيكو كان فريق قوي جدا جدا ما بيخسرش على ملعبه. أكتر من حاجة وعشرين مباراة والأهلي سافر هناك، لعيبة الأهلي كانوا رجالة وقدر اللي يفوز أعتقد 2 أو 3-1. هدف صندي وهدف أبو مسلم، مش متذكر الهدف الثالث. هو ده الأهلي، وهي دي عبقرية الأهلي، وهي دي رجولة لعيبة النادي الأهلي، وهي دي رجولة الجهاز الفني للنادي الأهلي. وده التاريخ اللي لازم كلكم تعرفوه. محدش يصدر لك أبدا أبدا أي إحباط، أي كلام النتيجة مش طيبة. الأهلي دايما التحدي والإصرار والعزيمة، وده اللي أنتوا كنتوا بتقولوه من أسبوع. من أسبوع النادي الأهلي كان ما يعرفش المستحيل. النادي الأهلي دايما فاجئ الجميع. ناس كتير صدرت احباطات، ناس كتير خلاص رمت الفوطه، ناس كتير، لكن جماهير الاهلي الواعيه اللي كنت قاعد وسطهم وانا بتفرج واللي سافرت ورا الفريق ما عندهمش لثواني شك ان النادي الاهلي ممكن ما يكسبش. فاحنا مع الجماهير الواعيه هنساند وندعم ونقف جنب فرقتنا وهنكسب، هنكسب بجمهورنا، واثق في جمهورنا اللي هو المدير الفني لفريق القطن الكاميروني. في المؤتمر الصحفي حكيت لحضراتكم الموضوع ده اكتر مره، وده وقت ونحكيه تاني. كان مانويل جوزيه قاعد وانا قاعد جنبه بصفتي كابتن الفريق، اتقال جمله مهمه جدا، اتقال من المدير الفني للقطن الكاميروني: جمهور النادي الاهلي خض لاعبتي بتشجيعه واصراره وعزمته من اول تلت ساعه. كنا جا فينا هدفين، كان في صعوبه ان انا ارجع المباراه تاني بسبب جماهير النادي الاهلي. فاحنا بنراهن عليكم، وجود الجماهير مهم، وهنوجه رسالة للجماهير وللنادي وللاعبين والجهاز الفني من النهاردة. من النهاردة عارف المنتخب عنده مباراة مهمة، وعارف هنتكلم بعد شوية، بس عندي عايز بس أنا شوية حاجات أتكلم فيها. النقاط المهمة تاني، صالح جمعة جاب الهدف، البعض حاول يصدر لجماهير الأهلي ده والسم في العسل. صالح جمعة جاب الهدف محدش جري عليه، الصورة ما فيهاش كده، في اللعيبة من فرحتها صالح والدكة جريت عليه، ومش حقيقة. دور اللعيب الكبير اللي هو يتكلم على مع الفريق على أهمية المباراة، ده دور الكبير، ويبقى موجود تعظيم سلام، ما يبقاش موجود برضه تعظيم سلام. الفتنة تاني اللي عماد متعب هيلعب امتى ومش عارف ايه، ويحط لك السم في العسل ايضا. متعب اللي عمله كأنه لعب 1000 مباراة في يوم، اللي هو ينزل لفرقته في مباراة الترجي واللي أنا عرفته ويقول للاعبته اللي مش هيقدر يتحمل فانيلة النادي الأهلي وينزل يكسب، يقول للكابتن حسام وما يكملش المباراة. إيه الجدعنة دي؟ إيه الاحترام ده؟ إيه الرجولة دي؟ إيه ابن الأهلي الوفي ده؟ يا عماد يا متعب أوعى تسمع للكلام اللي بيتقال ده، بنحبك، ليك رصيد معانا مع كجماهير، وانا واحد من جمهورك. مش اي لعيب عنده كاريزما في مصر، ومش اي لعيب عنده شخصيه، صدقوني عماد متعب الشخصيه الكاريزما وقصه حب وعشق في النادي زي نجوم كتير. يا جماعه ده كان واقف ورا ماتش الترجي بيجيب الكوره لشريف اكرام، كانوا بيأخروا الكوره. ده اسمه ايه؟ اسمه روح الفانيلا الحمراء، اسمه ابن النادي المحترم الوفي.
اسمه خبرات كبيره جدا. فتيجي النهارده تقول لي عماد متعب ما بيلعبش، طب ونشغل التليفونات المضروبه وبتاع. عماد متعب اكبر بكتير اللي مباراه عليه ولا مباراه قلله، لانه صنع تاريخ كبير ودخل قلوب الاهلاويه خلاص، وليه رصيد مع جمهور النادي الاهلي. الحاجه الثالثه وده الاهم برضو بالنسبه لي، اللي بنحاول ندور على اي حاجه نحبط الناس ويبقى في كان في حاجه غلط، مع ان انا شايف اللعيبه كلها كانوا رجاله في المباراه للامانه، وما اقدرش اتكلم على اللعيبه اقول اللي هو هاتولي العيد نقول في تقصير في بعض الاخطاء، ده وارد في عالم كره القدم. انا النهارده ببقى موفق وممكن النهارده ما فيش توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، بس الجدعانه لزميلي اللي جنبي يقومني، ما يخلينيش رايح من مجهودي ومن تعبي 70 80%، لما زميلي اللي جنبي يلاقي ده قبل المدرب يقومني يفوقني يكلمني. فده نقطة مهمة جدا. أنا مش مع مدرسة كل شوية الجماهير كويسة، الجماهير وحشة، الجماهير مش عارف إيه، لا الجماهير أحسن جمهور في العالم، أنا مش ده. أنا طول الوقت الجماهير كويسة، والخطأ أنا مع المدرسة دي، أما يبقى في خطأ نقومه ونصححه ونوعي. فجماهير الأهلي اللي عملته في المباراتين والسفر ورا الفرقة حاجة محترمة. بس قبل ما أتكلم في ده عايز أتكلم في نقطة مهمة بالنسبة لي، وده النقطة الثالثة اللي الكل لازم ياخد باله منها. النادي الاهلي قعد اسبوع، هل هيبقى فيه احباطات؟ هل هيبقى فيه ملل؟ هل هيبقى فيه، يا جماعه انت بتتكلموا على احتراف، الكبير الاهلي لما يقول لعيبته اسبوع بتقعد اسبوع، يقول لعيبته شهر تقعد شهر، يقول لعيبته حجم المسؤوليه اللي احنا هنقعد العمر كله يقعد في تونس العمر كله. انا مش قادر استوعب ايه كميه السذاجه والاستخفاف بعقول الاهلاويه، والبعض بيصدق ده. شفتوا يا جماعه باين على ادائهم الملل جوه الملعب، ملل ايه وملل ايه؟ انت بتتكلم في عصر احتراف، تيشيرت الاهلي ده مسؤوليه وراك جماهير عظيمه، وانت جاي تكلمني على ملل وشويه تكلمني عن احتراف ودي ما فيهاش احترافيه. الاحترافيه اللي الاهلي عمله صح، اللي المدير الفني يقرر الفريق يقعد واختار، اللي ما بقاش فيه اجهاد على اللعيبه، هتيجي هنا وتاخد استشفاء 48 ساعه وتتمرن تدريبه وتسافر تاني، طب جيت ليه؟ طب وبعد كده بعد المباراة عارف لو كان حصل الأهلي كسب، الله أكبر، ثوار أحوار أحرار عن كم المشوار، زي ما شايفين الناس كتير غير مسؤولة بتقول الكلام ده. ولكن الحقيقة ده قرار موفق فيه احترافية، وهو ده عايز تركز تعيش حياة الكورة. بعد الكورة بقى مش عايز تسافر، عايز تبطل، عايز تسهر، عايز تاكل، عايز تشرب، الأهلي بالوزن وبالثانية وبالساعة وتصرفاتك، تصرفاتك في الاماكن اللي بتقعد فيها. انا ما بتكلمش على، ما اقدرش اخنق الدنيا على لعيب بطل، واحنا منهم، لكن وانت في الاهلي بتقفل على نفسك، وفي كل مكان هنا في مصر او بره مصر لما تقعد تفهم اللي انت لابس تيشيرت النادي الاهلي، ولما تلبس تيشيرت النادي الاهلي محسوب عليا المكان اللي انا بقعد فيه جوه وبره مصر، ودي حاجه محترمه في اخلاقيات النادي الاهلي دايما. فمحدش بقى يقعد يكلمنا سافروا اسبوع، عملوا احباط، والله مش عارف ايه، ده هيجي لهم حاله من الملل. والله انت اللي هيجي لك ملل لان ما عندكش حاجه تتكلم فيها فعايز تصدر لنا كلام فارغ. وبالمناسبه هو مش واحد، هم كتير عملوا كده. ولكن عندنا لعيبه رجاله قد المسؤوليه. كمان ما بحبش فكره السم في العسل طول الوقت، وفكرة الاستوديوهات التحليلية والكلام الكتير جدا جدا. ايه علاقة استوديو محترف باللي تعرض كلام قبل مباراة او يوم المباراة او قبل المباراة بساعة، وللأسف ما عندناش اللي احنا نتفرج على ده، وجايب لي صورة لبوست لوكيل اعمال صالح جمعة واللعيب هيمشي واللعيب هيقعد. الاهلي اكبر من اي لاعب، مفيش نقاش في الكلام ده، الاهلي هو اللي بيزود اللعيبه، الاهلي اللعيب اللي عايز يبقى ليه بطولات وليه تاريخ بيلعب في الاهلي. في لعيبه لعبت في انديه كبيره تاريخها صفر، مش صفر، صفرين. اقول لكم على حاجه، خمس اصفار. لكن اللي بيلعب في الاهلي بيبقى ليه رصيد من البطولات، رصيد من الاحترام، رصيد من الشعبيه والجماهيريه. اكم من لعيبه لعبت في انديه واساميها كبير ولعبت في منتخبات مصر جت الاهلي عشان اسمها يكبر، لانها من غير الاهلي وما تقدرش تصنع التاريخ ده.
ايه علاقة اللي انت تعرض لوكيل اعمال لاعب حاجة زي كده؟ هل دي احترافية؟ مش فاهم. ردوا معايا وقولوا يا اهلاوية اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. انا بشارككم معايا في الرأي، مش هتكلم على اي حاجة تانية فنية، كل واحد من حقه اللي هو يقول اللي يقوله، ولكن ايه الاحترافية في كده؟ بالمناسبة عبد الرحمن مجدي وكيل اعمال صالح جمعة طلع بيان اعتذار النهاردة. عبد الرحمن لازم تفهم اللي انت وكيل صالح جمعه ومن حقك، لكن ده الاهلي. الاهلي بيخاطب اللعيب بتاعه، الوكيل حضرتك تروح تسال، مش من حقك تقول بيلعب ليه وما بيلعبش ليه، مش من حقك. نهائي نهائي. لكن احترمك جدا جدا النهارده. احترمك جدا جدا النهارده. الاعتذار من شيم الكبار. الراجل نزل بيان اعتذار وقال انا اخطات، فكل الاحترام ليك، كل التحية ليك، وانت اللي قلت التوقيت مش وقته اللي كان يحصل كده. فأنا دايما احترم اللي يحصل تراجع في حاجة تحس فيها بالخطأ أو الندم. كلنا كده بشر، أحيانا نخطئ وأحيانا نصيب. فعبد الرحمن مجدي وكيل أعمال صالح جمعة ليك كل الاحترام والتقدير، كمان الاعتذار من شيم الكبار زي ما قلت، وإحنا اعتذارك مقبول 100%، ومش عايزك تزعل في البوست اللي انت كتبته. كتبت بيتي اتعرض لاهانات، انا شخص اتعرض لاهانات، احنا ده ما بنقبلهوش وغير مقبول من اي حد. لكن زي ما انت بتعرض لاهانات، في البعض كمان بيحاول يعرضنا لاهانات كتير ويتكلم بشكل مش وحش عشان ما نقولش كلمه الحق، لكن احنا بنختار الحق عبد الرحمن، فما تزعلش من ده في زمن الفيسبوك ولا تويتر ولا ولا. اوعى تفكر ان الكلام ده بيأثر، ده كل واحد مفكر اللي هو كبه. لكن جماهير الاهلي في المدرج الكل يسكت، جماهير الاهلي في المدرج الكل يسمع، جماهير الاهلي في المدرج الكل يستنى على جنب شويه، لان ده الوفاء. من هنا عشان تصدقوا كلامي، تعالوا نشوف الكابتن مدحت شلبي المحترم في برنامجه اثار ايه عشان تصدقوا اللي احنا بنتكلم صح ولا غلط. نروح نشوف ونرجع لحضرتك. وبرضه بمناسبة القناة اللي بتنقل المباراة، يعني لما جم يعيدوا لقطات قاموا جايين، أنا ما شفتهاش غير مع النادي الأهلي بس. عملوا إيه؟ جالك في إعادة المباراة الكرة بتتلعب، اللي هي الجون الأولاني اللي جه في النادي الأهلي، الكرة بتتلعب أوفر، وبعدين وليد سليمان بينط ورامي ربيعة بينط والاتنين ما جابوهاش، وراحت للراجل ده أوكي، قام عامل لك فوق راس ده علامة استفهام وفوق راس ده علامة استفهام. هل ده يليق يا كابتن علي؟ يعني انا انت شفتها بكده في اللقطه انه يحط علامتين استفهام فوق دماغ ده وده؟ ما شفهاش، وما شفهاش ليه غير عندنا بس. ايه ده؟ يعني ما شفهاش ليه في اي حته ثانيه؟ يعني انت يعني ايه المقصود؟ قصدك ايه؟ عايز تبعت مسج تقول ايه؟ ما بالظبط كده. يعني انت يعني على مصر يعني ولا علينا ولا ما إيه؟ انا مش عايز ادخل دي في دي، بس الواقع انا انت ما شفتها وانا انت شفتها بكده دي؟ ها رد عليا. انا بقى حرام. خليك معانا. لا والله لا انا ما شفتش، انا ما شفتش. لا انت شفت حاجه زي كده؟ لا مره حط علامه استفهام فوق راس ده وفوق راس ده ليه؟ على فكره اللي انا عايز اقوله لك ان البروديوسرز اللي شغالين في الاستوديو مصريين، فلا يمكن يكون قصدهم اهانه او اساءه لمصر. بس ما حصلتش قبل كده. أنا مش عارف، بس انا صدقني انا البروديوسرز مصريين، فصعب. طب ما انت عارف كتبوا ايه هناك؟ كتب لك سوسه غير رادس. طب ده ينفع؟ بعد المباراه؟ لا انا شايف ان بعد المباراه مباشره. لا انا شايف ان لسه في ماتش عوده وان لا لا انا بتكلم على الاسقاط اللي مكتوب ده سوسه غير رادس، يعني ده واحد مش همتان فيك. يبقى اكيد البروديوسر تونسي. اكيد. لا مش تونسي. لا والله بيبقى صدقني يعني برضه ما يصحش كاداره قناه يا كابتن، كاداره قناه يعني ما اعرفش. طب احنا شفناها في اي فرقه اتغلبت في في, في 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 اي بطوله من نفس القناه دي؟ شوف حاجه زي كده عمرها ما شفنا ده. يعني انا اشوف ان ده عيب. يعني انا بوجه لهم كلامي ده عيب. يعني في اصول مهنه. انت بقى قلت ان انت قناه رياضيه، خليك قناه رياضيه بقى. وعايز تطبق ده على الاهلي، طبقه بقى على مانشستر، وطبقه على كل الدنيا بقى. لكن تحط لي علامتين استفهام فوق دماغ وليد سليمان، وبعدين ايه؟ ده اتكرر اللقطه دي ثلاث مرات. انا لما بنتكلم البعض بيتقمص، ولما نقول بندافع عن لاعبتنا البعض بيتقمص، ولما بنتكلم على كلام الكل الحمد لله اللي مش احنا بس اللي بنشوفه، ودي كلمه الحق. فكلمه الحق في الزمن الغريب العجيب اللي احنا فيه بتزعل.
لكن دي قناة نادي، قناة فئوية، من حقها تتكلم عن كل حاجة يخص ناديها فقط. فمن هنا ما هو بلعب رادس مش ملعب سوسة، مش ملعب رادس، وتقول لي أنا قناة محايدة. القناة دي بتشتغل ضد مصر ليل ونهار، ما حدش بقى يقول لي يا جماعة أنا معلش ولا هوزع الوطنية على الناس ولا هوزع الوطنية على حد، أنا ماليش دعوة. اللي عايز يروح يشتغل يشتغل، اللي عايز ما يروحش ما يشتغلش ما يشتغلش، لكن مش على حساب النادية. فما هرجع اقول نفس الكلام اللي انا كنت بقوله قبل كده، المهنيه مش موجوده، ومع انها قناه كبيره جدا، والتحيز. فهتلاقي بقى الناس اللي بتتكلم مش فاهمه حاجه. ما هو في جمله اتقالت مهمه، الاهلي الشعبيه الجماهيريه الكبيره جدا في مصر، فلما هيكسب النادي الاهلي وهيوصل للادوار اللي بعد كده، فبالتالي الشعب هيفرح، وده المتنافس. ثم لو ده يزعج حد قولوا لنا، لو ده بيزعج حد قولوا لنا. والناس يعني مش هتكلم بقى، مش هدخل انا، هخليها في مجال الرياضه اللي انا اعرفه، ومش هتكلم سياسه ومش هتكلم دين زي ما وعدتكم قبل كده، لكن هحط الموضوع في القالب بتاعه. القالب بتاعه في امور لا تليق بصراحه، وفي انتقادات لا تليق، وفي كلام غريب وعجيب بنشوفه. لكن رهنا على الاهلي ورجالته طول الوقت وجماهيره، اللي هتعرفك ملعب سوسة ولا ملعب برج العرب هتعرفه ده قريب جدا جدا، يوم 22 اكتوبر. عايز اتكلم كمان عشان اقفل ملف مباراة النادي الاهلي، عشان نشتغل من تاني افريقيا يا اهلي، والمستحيل مش اهلاوي، والتحدي طول الوقت اهلاوي. عندنا تحدي وعندنا اصرار وعندنا عزيمة وعندنا رجولة، مش اللعيبة بس وجمهور. عايز ادي الجماهير حقها وادلعها واشكر فيها واقول لهم الرجوله والجدعنه والاخلاص والوفاء، كل حاجه كويسه عملتوها. هنقاتل اللي تبقوا موجودين في المدرج، هنقاتل العدد يزيد، هنقاتل لكل واحد اهلاوي يبقى موجود في المدرج يشجع فرقته. انا بوعدكم بده للشكل الجميل الاكثر من رائع اللي شرفتونا ورفعتوا راسنا. ودايما مش من دلوقتي، نتكلم على الست شهور الأخيرة، المسؤولين في استاد برج العرب بيشيدوا بيكم، ومديرية أمن اسكندرية بتشيد بيكم، رسالة السفير التونسي أشاد بيكم. حاجة مشرفة، حاجة محترمة، أنت جمهور تتشال على العين والراس، ومواقفك ثابتة ومحترمة وبدون مصلحة. أنت أهلاوي جدع وراجل وبدون مصلحة. أنت أهلاوي في زمن ناس لبست التيشيرتات صعب، صعب تسمعها. أنت أجدع وانت ارجل. هقول لحضراتكم على حاجه، وتمني هخاطب مجلس اداره النادي الاهلي على الاقل قبل مباراه النجم الساحلي، عايزين التتش مرتين يتفتح، والمرتين يا جماعه لو سمحتوا ما ينفعش التمرين يتلغي، عشان كده نخلي بالنا من العدد. زي المره اللي فاتت بالتنسيق كانت حاجه محترمه، حاجه مشرفه، وانا بطلب من اداره النادي الاهلي للشكل ده الجماهير دي تستحق تبقى موجوده تشجع فرقتها جوه التتش وبره التتش. وانا عارف اللي في ناس بيوجعها الكلام ده، وبتراهن دايما ان هي تدخل تهاجم لاعبتها وتدخل تهاجم نجومها وتدخل تهاجم ادارتها، لكن الاهلاويه ما بيعملوش كده. الثقافه اتغيرت، احنا مذاكرين وعارفين الثقافه اتغيرت. يدي رسائل في وقت صعب، يدي رسائل في وقت صعب، يروح عشان بيحب فرقته يقاتل عليها ويقوم الفرقه. الجماهير بتعمل ده. فمن هنا رسالتي لمجلس إدارة النادي الأهلي، وأتمنى يبقوا سامعيننا دلوقتي، وأنا عارف اللي هم بيسمعونا، على أقل يومين، واللي حددهم الكابتن حسام البدري مش إحنا، ونعمل زي المرة اللي فاتت، ما ينفعش الجماهير يبقى فيه كثافة عددية عشان التمرين ما ينفعش يتلغي، عشان يتلغى يبقى فيه ضغط كده على الفريق، لكن وجودك هو عمره ما يبقى ضغط، وجودك هو مساندة ورسالة للجميع اللي من تاني. هشحن البطاريات بتاعت اللعيبه، ومن تاني هقف جنبك، ومن تاني هنادي وليد ازارو قبل اي لعيب، وليد ازارو تنادوه قبل اي لعيب. للبعض اللي بيقول لك 28 انا هكلمكم كلام واقعي. اتقال على الجماهير، اتقال على الجماهير قبل كده سنين، جبتوا الفلوس منين؟ قولوا لنا بتسافروا ازاي؟ كم واحد سمعتوه قال كده؟ تمام؟ احنا سالناهم هنا جبتوا الفلل منين؟
جبتوا الشاليهات منين؟ جبتوا العربيات وعربيه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه منين؟ النهارده هتقولوا لنا وليد ازارو ب 28 وداخل محموق قوي وزعلان. طيب انت دفعت من جيبك، انت مالك؟ ايه البجاحه دي؟ انا جبت استثمارات بتوقع فيها طول الوقت، بتوقع فيها طول الوقت، وجبت ازاي؟ لا ده طبيعي بتاع النادي الاهلي. وتلاقي بقى ما كل واحد شنباته وعضلاته، وفي نفس الوقت انت مالك؟ ما هو قلته كده على ايفونا واتباع بضعف ثمنه، باضعاف ثمنه، باضعاف اضعاف ثمنه، قلته كده. ولو كنا مشينا وراكم كنا احبطنا، ما اتكلمناش، كنا سكتنا. لكن مش هنسكت، مش هنسكت على كل حاجه صدقوني، لان ما عندناش حاجه نخاف منها، وما عندناش بطحه تخوفنا نقول اي حاجه، ما عندناش حاجه تمس الشرف ولا الاخلاق، ولا في تاريخنا في ظرف ولا شاليه. من الاخر عشان تبقى الامور واضحه، فالاهلاوي وعايز جمهور الاهلي، نصيحتي ليه اول ما وليد ازارو ينزل الملعب تنتفض زي ما عملت مع شريف اكرام. ما هو ده لعيب مننا، لابس تيشيرتنا، روحه روحنا، دمه دمنا، تسيبي وقعه فيه بالشكل ده؟ وعجبني الكابتن حسام البدري في تصريحاته اللي هو واقف جنبه. فمن هنا جمهور الاهلي يا عظيم يا محترم، اعملوا ده، اعملوا ده، واحنا معاك، وهنكلم الاداره عشان ما يبقاش يوم، يبقى يومين، ولو ينفع ثلاثه هنخليهم ثلاثه، لان دورك دلوقتي مهم. رساله بقى كمان للجماهير، جماهير الاهلي اللي رايحه مباراه برج العرب، صدقوني عاوزين الاهلي يكسب. اسمعوا نصيحتي، انتوا عامل مساعد ومساند، لكن عايز اذكركم واذكر نفسي بلقطه وانا بدور امبارح كده وبتفرج حاجات للجماهير. عجبتني حاجه، اديت فريق العمل الفيديو ده، قلت لهم اعرضوا ده من النهارده لجماهير الاهلي عشان اوجه لهم رساله، عشان لو سمعتوا الكلام صدقوني واحنا مغمضين الاهلي يكسب. صدقوني انت اللي بتحرك الصخر. شوفوا معايا تشجيع النادي الاهلي، ومش هنقول جرب ادخل الاستاد، هنقول جمله واحده بس، انت جوه الاستاد. فتعالوا نسمع انتوا كنتوا بتعملوا ايه يا جماهير الاهلي، يا عظام، يا محترمين. اتفضل. الجماهير طبعا منحاز للجماهير، مع الجماهير طبعا مع الجماهير، لان في الاساس الكوره مش للبرامج ولا الاستوديوهات ولا اي حاجه، الكوره للجماهير، الجماهير المخلصه المحترمه اللي بتحترم مؤسسات بلدها، الكوره للجماهير الوفيه اللي بتعشق ناديها. وحشنا الشكل ده، وده اللي احنا مستنيين. وحشنا، انتوا هتفهموا وانا هفهم لكل جماهير النادي الاهلي لان انا واحد منكم، وحشنا الدخله من 11. اكيد ناس كتير مش هتفهم الجملة دي، بس الجماهير فاهمة. وحشنا التشجيع ده، وحشنا تشجيع كل الأهلوية. الأهلوية مش فئة ولا مجموعة ولا 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 حاجات كتير، جماهير الأهلي بالملايين في كل مكان.
الكل لازم اللي يروح يوم 22 ودي رسالتي اللي راح يصور سيلفي يخليه في البيت. انا بكلمكم من غير زعل ومش عايزكم تزعلوا مني. كلنا النجم اللي هيروح يروح يشجع. انطلقوا غنوا واحنا معاكم، حمس اللعيبه واحنا معاكم، وحمس الجهاز الفني واحنا معاكم. لكن راح يصور جوه الاستاد، اللي راح يشيت جوه الماتش ويتكلم في سلبيات، واللي رايح يتصور مع نجم قاعد ولا مش عارف ايه، لا. سيب المدرج للوحش اللي راح يشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه. دي نصيحه للجماهير. اللي رايح يعمل الحاجات اللي انا قلتها دي، معلش بقى احنا في وقت صعب، عايزين بطوله افريقيا، وجمهور النجم كان واقف زي الوحش ورا فرقته. وجمهور الاهلي دايما واقف صداده لاي حد بيخرج عن النص. فمره ثانيه الشكل ده هو اللي مستنينه. مستنين الاغاني دي اللي تقومنا من ثالثه شمال. بتهز جبال والملعب صوته بيرج اي حد، عايزين هو ده الناس كلها تروح تشجع. فمن هنا الكلام مش بدري، لان احنا مش هنشتغل زي عقليات ناس مسؤوله. يشتغل قبل الموضوع ب 10 دقائق وخمس دقائق والدنيا تبقى تزنق عليه. هنشتغل من بدري جدا لجماهيرنا، للاعيبتنا، لجهازنا الفني. موضوعات سريعه جدا عشان اروح لضيوفي، مش عايز اتاخر عليهم. في حاجات غريبه جدا ما بتعجبنيش في عالم كرة القدم أو من بعض المسؤولين، وجبت لكم معايا حاجة النهاردة عشان أتكلم فيها، مهمة جدا جدا، والمواضيع دي مش هاخد فيها وقت طويل، لكن مهم اللي أنا أتكلم. أنا أفهم واللي اتعلمته في عالم من كرة القدم، صعب جدا تبقى بطل. أنت تقاتل عشان توصل للبطولة، فيجي يقول لك يا كابتن ثابت الله يرحمه، أنت سهل جوه الأهلي تجيب بطولة، لكن الصعب الحفاظ. هتقولوا لي عايز تقول ايه؟ عايز اسمعوا بقى اللي انا عايز اقوله. عايز اقول كنت اتفرج على احد البرامج، بعض البرامج الامين لسياده الوزير والكاميرا ماشيه وراه حتى هو داخل الحمام. انا بتكلم بمنتهى الصراحه. ومش هتسمعوا الكلام في مصر غير هنا. لان قوتنا بنكتسبها من حضراتكم ومن شخصيتنا ومن شخصيه الاهلي. افهم التكريم، وطول حياتي عشت جوه النادي الاهلي المركز الثاني. لا يا بيه استنى على جنب، هنجدد، لان انت مركز ثاني ايه؟ ده علمنا كده في كل الالعاب. ففوجئت، انا مش عايز حد يزعل مني من اللعبه اللي انا هقولها، مش عايز حد يزعل مني، انا بحترمكم وبشكركم على المجهود اللي انتم بذلتوه. لكن انا بالنسبه لي هكلمكم على الوضع اللي انا كنت عايش فيه، وهو البطوله فقط لا غير. بمعنى لقيت الوزير موجود، سيادة الوزير خالد عبد العزيز بيكرم فريق الطايرة. أقول لك أول مرة في العالم ناخد الخامس، ما حصلتش قبل كده. لا يا فندم، لا يا فندم، أنا آسف. أشكرهم، أقول لهم شكرا على المجهود. تكريم إيه؟ غير مقبول التكريم للمركز الخامس. اللي بيرفع علم الوطن في المراكز الأولى بياخد اللي أنا هوريه لكم دلوقتي. ده حضراتكم. أنا لو جبت الحاجات أو الصندوق اللي عندي في البيت فيملى ثلاث ترابيزات من اللي أنا قاعد عليها أو ستة. لكن بجيب لكم مثال. حضرتك أنا بتكرم في ده في المركز الأول. فالدولة بتجيبني بتكرمني. الدولة بتجيبني بتكرمني لما باخد بطولة أفريقيا عشان رفعت علم مصر والعلم الوطني واحترمت تاريخ نادية واحترمت التيشيرت نادية وعلم بلدي. فبتكرم عشان ده، بتكرم عشان ده. مرة تانية بتكرم لما اروح واستأندية العالم ارفع علم مصر واخد تلت عالم اهو، مرة تانية وتالتة ومليون. ده اللي حضرتك الدولة بتكرمني عليه في المحافل الدولية، واجيب تلت عالم مع مانشستر ولا برشلونة ولا ريال مدريد، واحط مصر في مكانة تانية وسط فرق تانية وإعلام مختلف، إعلام محايد، إعلام محترم، إعلام بيعرف في الأصول، إعلام ما بيكلمنيش في انتخابات، إعلام ما بيمشيش بكاميرات ورايا، وإعلام ما بيبقاش في لجان جوه الوزارة تاني. فده حضرتك الدولة بتجيبني تكرمني، الدولة بتجيبني تكرمني على ده في المراكز الأولى، مش الخامس ولا السادس ولا التاسع عشان اطلع بس او ابقى موجود في التلفزيون. الدولة بتجيبني
الدولة بتجيبني تكرمني مرة تانية. مش عايز صور يا جماعة دي. الدولة بتجيبني تكرمني وأنا واخد بطولة أفريقيا وأنا باخد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. مش شادي محمد، أنا بتكلم على الأهلي اللي أنا بنتميله وبتشرف اللي أنا بنتميله، أو منتخب مصر اللي أنا مثلته ولبست تيشيرته في بطولة عربية وكمان في 2008، والمصريين كلهم ما ينسوش الكلام ده. ده حضراتكم وسام الجمهورية. حضرتك دي الدولة بتكرمني كده في المراكز الأولى وتديني شيك أو تديني مكافأة مالية بعد جهد وعرق، وعلم الوطن بيبقى مرفرف في أي دولة كنا فيها، في غانا، في اليابان، في أبو ظبي، في كل مكان، في الكاميرون، في تونس. المراكز الأولى الأهلي علمني ده، أقاتل عشان أوصل لده، والدولة تكرمني عشان المركز الأول. هي دي الحقيقة. الحقيقة اللي في ناس اتكرمت عشان بطولة في شرم الشيخ ومبالغ طلعت أولى بيهم من وجهة نظري. مش هقول ذو الاحتياجات الخاصة، ما ينفعش نقول كده، دول أبطال أكتر مننا، إحنا سلام، إحنا سلام، لكن هم أقوى مننا لأن عندهم تحدي أقوى مننا. دول اللي أنا أروح أصرف لهم فلوس أكتر وأكتر وبسرعة وطول الوقت. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. مش بكرم، سمعت يقول لك التكريم المركز التاسع والمركز الخامس لنجوم الطايرة على المجهود المبذول. هو أي ظهور في الإعلام، هو أي تكريم وخلاص. أشكركم على المجهود، أشكركم على التعب، أشكركم على اللي أنتوا تحملتوا مسؤولية وأول مرة تحاول الرقم ده، ده كلام ما حدش يختلف عليه، لكن تكريم؟ الحاجات اللي أنا وريتها لكم دي هي دي حاجات التكريم. دي حضراتكم ده التكريم، المراكز الأولى وعرم الوطن يرفرف في المحافل الدولية وفي البطولات الأفريقية وفي كل مكان. بتكلموني على اللجنة الأولمبية، ده انتوا مش عارفين ترجعوا جمهور. هتكلموني على بطل اولمبي، اكلم كوره ايه يا جماعه؟ احنا بس الكرسي اهم، الكرسي اهم في كل مكان. طيب ايه الحاجه كمان السريعه اللي عايز اتكلم فيها؟ انا اتعلمت كده، الاهلي علمك كده، الكبير تخاطب الكبير، معالي دوله رئيس الوزراء، معالي دوله رئيس الوزراء، قناه الاهلي بتخاطب حضرتك زي ما الاستاذ خالد زين او المستشار خالد زين كان معانا هنا. انا بخاطب حضرتك لان في حاجات ما ينفعش السكوت، دي دوله، دي مصر، مصر القويه، ما ينفعش اقزام يتحكموا فينا. من غير انا مش هقدر اقول غير كده. حضرتك المقر الملاكمه اتنقل من مصر للدوحه، مقر الملاكمه اتنقل من مصر للدوحه، عايزين يسيطروا على المقرات كلها تتنقل بره. الكلام ده هنقوله وهنفضل نقوله. حضرتك لازم تسأل وتحاسب مين اللي عمل ده، حضرتك لازم تسأل وتحاسب مين اللي عمل ده، ويا رب نلاقي إجابة. كمان لما بنتكلم على الميثاق الأولمبي، لما بنتكلم على الميثاق الأولمبي، ما ينفعش رئيس اتحاد يبقى رئيس اللجنة الأولمبية، ما ينفعش يبقى رئيس اتحاد رئيس اللجنة الأولمبية. الناس كلها نجحت على عيني وعلى راسي. طب هو مين بقى رئيس اللجنة الأولمبية؟ طب أنا رئيس اتحاد الطايرة ورئيس اللجنة الأولمبية، أنا بختصمه أو عايز أحل مشكلة، أحل مشكلة مع مين؟ مع الخصم والحكم برضه. أولا إحنا ليه بنعشق تضارب المصالح؟ ليه بنعشق ده؟ قولوا لي ليه بنعشق ده؟ بس اجي عند لائحه المهلبيه اللي احنا متفقين عليها وتيجي تقول لي التوقف ضد الدوله ومش عارف ايه والشعارات، ودي مش دي الحقيقه. الحقيقه اللي عايزين تعرفوا مين اهل الشر الحقيقيين، انا هدي له شرف واقول اسمه، عتريس. عتريس اللي رفع القضيه على الاهلي. ما انت زي ما بتفهم في القانون احترم اللي احنا بنذاكر قانون، فمش هتعرف تروح اللعب دوت مش بتاعنا، بس نقدر نكشفه من غير ما حد يمسنا بكلمه. فالاخ عتريس راح رفع قضيه على الاهلي وتحت شعار بحب الاهلي وبعشق الاهلي. طيب
كل بتوع اللجنه الاولمبيه ثلاث ارباعهم قال لك موقف الاهلي سليم. الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه المحترمين اللي عنده البعض غضبان لان هو راح قال انا رحت ومن حقي، والميثاق الاولمبي بيقول ان تعظيم دور الجمعيه العموميه وانت بتلغيني وانا رحت انت بتلغيني. فراحوا الناس رفعوا قضيه وحقهم بالمناسبه لان ملهاش دعوه بالقانون. القانون انا متفهم اللي ما بقاش فيه كتير قواضي وما بقاش ما ينفعش تلجا للقضاء، لكن هنا اجتماعيا اجتماعي عملوها كنادي اجتماعي مع اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وراحوا ورفعوا قضيه. مين ظهر بقى؟ اهل الشر عتريس ظهر لنا تاني وتقول لك ما تتكلمش. ما تتكلمش ازاي؟ ده ناديه، ده ناديه اللي عملنا كلنا، ده ناديه اللي شرفنا، ده ناديه اللي خلانا في المحافل وخلانا نجيب الشغل الميداليات اللي انا وريته لحضراتكم. ده لولا الاهلي ولا يبقى فيه بطوله في تاريخنا. اسيبه لوحده؟ اتخلى عنه؟ فعتريس ظهر تاني. مين بقى ورا عتريس؟ الله اعلم، مش شغلتي. شغلة النادي يدور، شغلة المستشارين جوه النادي يدوروا. شغلتهم بقى عتريس ده نعرف قصته ايه اللي كل شويه طلع لنا بقضيه تحت شعار ده حب وعشق وخوف على الاهلي. ماشي يا عم عتريس، ماشي. تتحد مع اللجنه الاولمبيه مع عتريس عشان بتحب الاهلي؟ مش فاهم. طب خلاص، في ناس مواقفها غريبه ترد المحكمه قبل كده، والرد ده بخمسين ألف بالمرة ولا إيه؟ خمسين ألف دول كتير، مصاريف دي غالية وده شقة عمر ناس. خمسين ألف ترد المحكمة ثلاث مرات، المرة بخمسين ألف وبتحب الأهلي؟ ده انتوا عار على الأهلي، والله العظيم عار على النادي الأهلي. كمان أنا كلمت خطيبت معالي دولة رئيس الوزراء لازم شريف اسماعيل، المهندس شريف اسماعيل، في مواضيع مهمة وخطيرة. في مواضيع مهمة وخطيرة، أنا عارف إن إحنا بندور على فساد، بس أتمنى يا رب، بدعي ربنا سبحانه وتعالى إن الناس تقرب من الرياضة شوية. تقرب من الرياضة هتشوفوا كوارث، خصوصًا في الـ 10 15 20 سنة الأخيرة. الحاجة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها التذاكر. التذاكر كنا فتحنا الموضوع ده مع النادي الأهلي، شفت حلقه قبل كده الاستاذ اسمه الاستاذ سعد شلبي كان زعلان قوي. هو النادي الاهلي ليه عامل سيستم؟ هو في جماهير بتحضر؟ يا استاذ سعد شلبي، الاهلي دايما سباق، النادي الاهلي بياخد خطوه قبل الجميع، وكل واحد في النادي الاهلي انا بحييكم النهارده بعد التليفونات اللي جات لي كتير جدا، الناس مش عارفه تجيب تذكره، فمن حقي اتكلم وادي الاهلي حقه. بشكر كل واحد اللي ساهم في الموضوع ده، لو إدارة نادي، لو المدير التنفيذي الأستاذ وليد مهدي، أنا بشكرهم لأن أخدوا خطوة قبل الجميع، أخدوا خطوة قبل الجميع. فما كانش عاجب الأستاذ سعد شلبي، هم على السيستم إيه يا جماعة؟ بتقول لي يا معمول تيكت موسمي، وإحنا ما نعرفش نقول على حاجة حلوة. هي لازم تبقى من دراعك اليمين، هي لازم لو من دراعك اليمين كانت هتبقى حلوه وفله. ما خلينا نتكلم بصراحه، خلي بالك عندنا مخ وعقل وبندور الكلام وبنحطه في خلاط زي ما بنعود جماهيرنا. فلما بندرب ده بنلاقي، ما النهارده الناس عطلانه مش عارفه تجيب تذكره، الناس في الشوارع قالوا لهم روح الساعه 12 اتبهدله بهدله. طب النادي الاهلي عامل لي سيستم وحاجه محترمه قبل الجميع، تخيل الاهلي عمل كده بالاتحاد الكوره، يبقى اشكر الاهلي ولا وقعوا وايه اللي عملتوه ووحش ومش وقته ومفيش جماهير؟ طب هو ان شاء الله هيحضر من 40 ل 60 الف، السيستم كويس ولا وحش؟ لا اله الا الله. اشوف بيقول لك كلامك مش عارف ايه، فاتمنى الناس تهدى شويه، واحنا عارفين مصلحتنا بنشتغل ازاي وبنظام ازاي، ومره ثانيه وثالثه ومليون. مش هتكلم في انتخابات، هتكلم في الوقت اللي انا عاوزه. عارفين ليه؟ عشان انا مش مسلوب الاراده، مفيش حد بيتحكم فيا تقول ايه وما تقولش ايه، مفيش حد بيملى عليا حاجه ويتسحب مني حاجه وكخه وعيب. زي ما وعدتكم كلاعب وسط زمايل محترمين واداره محترمه،
اللي هنحقق بطولات وهنقاتل كل مباراه عشانكم، بوعدكم كل حاجه هنقولها، اليمين هنقوله والشمال هنقوله واللي فوق هنقوله واللي تحت هنقوله، ما عندناش خطوط حمراء، لان اللي بيمن علينا وبيعمل لنا ظرف، واللي وعدنا بمركز اعلامي ولا وعدنا بالبرنامج ولا وعدنا حتى لو تيلي ماتش بالمناسبه ياخده، بنشتغل بشرفنا وباسمنا، اللي بيقبل نشتغل معاه باسمنا اهلا وسهلا، لكن المن والسلوى مش عندنا، ما بنقبلش، تاريخنا كبير والناس عارفاه. قولا واحدا، مش مسلوبين الاراده، مش بيتضغط علينا، ومفيش في ظهرنا اي حاجه. نروح نشوف 100 سنه اهلي ونرجع لحضراتكم. تمضي الايام والسنين ويفنى ما فيها، ولكن هناك شخصيات تبقى شامخه كالوجود بفضل اسمائهم وتاريخهم العريق. أفنوا حياتهم داخل جدران القلعة الحمراء، ولذا نواصل تقليب وتصفح فصول كتاب 100 سنة أهلي لنضع تحت الضوء شخصية من شخصياته المبهرة، لنتزود من صفحاتها معنى العطاء والاجتهاد والإيثار والفن والموهبة. هو واحد من الشخصيات الأهلاوية البارزة التي حفرت اسمها بأحرف من الذهب في سجلات اللاعبين الكبار عبر تاريخ الساحرة المستديرة، وهو أيضا واحد من اللاعبين القلائل الذين جمعوا بين الموهبة والأخلاق، تعشقه الجماهير بسبب ارتباطه الجم بالقلعة الحمراء، ولم لا، وهو ضحى بكل ما هو غال ونفيس من أجل رفعة كيان النادي الأهلي طوال تواجده مع الفريق الكروي الأول، سواء كان لاعبا أو مدربا، وهو حاليا يسير بخطوات ثابتة ليكون واحدا من أفضل مدربي كرة القدم على مدار التاريخ. بصماته واضحة منذ أن تولى مهمته في منصب المدرب العام للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي. هو المدرب الخلوق أحمد أيوب، والذي ولد في 5 أغسطس عام 1971. بدأ مشواره المدجج بالبطولات مع النادي الأهلي في عام 88، حيث انضم لفريق 17 عاما داخل النادي، والذي كان يقوده فنيا في ذلك الوقت الكابتن إبراهيم عبد الصمد. ولم يستغرق وقتا طويلا للإعلان عن موهبته الفذة، وتوسم فيه الجميع خيرا منذ الصغر، وهو ما تحقق بالفعل. فبعد أن تدرج في المراحل السنية داخل قطاع الناشئين بالنادي، تم تصعيده لتدعيم صفوف الفريق الأول في عام 90. كانت أول مباراة لأيوب في الفريق الأول للأهلي أمام السكة الحديد، وكان المدير الفني وقتها هو الإنجليزي مايكل إيفرت، الذي أعجب بشدة بقدرات المدافع الشاب، ومن هنا جاءت الانطلاقة لأيوب بالقميص الأحمر، بعد أن رسمتها وشكلتها موهبته بطريق من التألق والكفاح للعديد من السنوات داخل المستطيل الأخضر، ليصبح أيوب واحدا من أهم وأبرز لاعب الكرة المصرية في ذلك الوقت، حيث كانت إمكانياته الفنية والبدنية تبهر الجميع. وعلى مدار 6 مواسم من التألق اللافت للنظر، نجح أحمد أيوب في حصد العديد من البطولات المختلفة والمتنوعة، حيث تمكن من الفوز بلقب الدوري ل3 مرات، وبطولة كأس مصر 4 مرات، وبطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس عام 94-95، وبطولة الأندية العربية أبطال الدوري موسم 95-96، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 93. وبعد الاعتزال، حصل أيوب على العديد من الدورات التدريبية، وقاد عدد من أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني، ولعل أبرز فتراته التدريبية تلك التي كانت في حرس الحدود قبل أن يتم الاستعانة به مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حيث عمل مع العديد من المدربين الأجانب. وأخيرا، يواصل أحمد أيوب مهمته داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول مع الكابتن حسام البدري المدير الفني الحالي للفريق.
وشكل الثنائي نموذجا متجانسا لأقصى درجة نجح من خلاله في التتويج ببطولة الدوري والكأس للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات، كما أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو البطولة الأفريقية. وقبل أن يحقق العديد من البطولات المختلفة مع الفريق في منصب المدرب العام مع عدد من المديرين الفنيين السابقين، ليبقى أحمد أيوب رمزا أهلاويا خالدا على مدار التاريخ والزمان وحدوتة من حواديت القلعة الحمراء. أنا بعتز بالفقرة دي جدا جدا عشان بنكرم فيها كل ولاد النادي الأهلي اللي تعبوا بفانيلات النادي الأهلي وحققوا بطولات. إن شاء الله مش هننسى أي حد في كل الألعاب. النهارده كان معانا في 100 سنة أهلي الكابتن أحمد أيوب. كابتن أحمد برحب بحضرتك. كابتن شادي تحياتي ليك وتحياتي للنادي الأهلي وقناة النادي الأهلي وكل مشاهدي ومحب النادي الأهلي. كابتن في البداية طبعا بشكرك وبشكر فريق الإعداد على التقرير والكلام الجميل اللي قالوه في التقرير طبعا يعني. كابتن أحمد في البداية حضرتك كنت معانا في 100 سنة أهلي وده تكريم بسيط جدا لمجهود حضرتك مع النادي الأهلي، حابب تقول إيه في البداية؟ اتفضل. يعني أنا بقول لك يعني بشكرك وبشكر فريق الإعداد على يعني الكلام الجميل اللي قالوه، وطبعا النادي الاهلي دايما يعني بيفتكر ولاده في كل مش في الكوره بس، في كل الالعاب بيفتكر الناس اللي اشتغلت والناس اللي اعطت والناس اللي حققت بطولات. بشكركم ويعني بتمنى النادي الاهلي مزيد من النجاحات. وعاوز اقول لك حاجه يا كابتن شادي، يعني اتفضل يا كابتن. يمكن الواحد مع يعني مع الوقت انا على المستوى الشخصي يعني سعيد جدا اني كنت جزء من تاريخ النادي الاهلي، كنت فتره من الفترات شاهد على احداث كثيره داخل النادي الاهلي، شاهد على بطولات كثيره في النادي الاهلي. ما بقعد مع نفسي كده وافتكر البطولات وافتكر الاحداث، فكنت سعيد ان الواحد في النادي الاهلي بحجمه وجماهيريته وحجمه كبير داخل مصر، الواحد على المستوى الشخصي بقى جزء من تاريخ النادي الاهلي. دي حاجه كبيره وشرف كبير ليا ولاي حد طبعا يعني. كابتن عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا، الفرق ما بين البطولة وحضرتك لاعب ومدرب أيهما أفضل؟ لا وأنت مدرب طبعا يعني، وأنت مدرب وأنت مسؤول بيبقى ليها طعم خاص طبعا أكيد يعني طبعا هي كل البطولات ليها طعم خاص، ولكن وأنت مدرب أعتقد بيبقى ليها طعم مختلف طبعا. كابتن أحمد سؤال معتاد في الفقرة دي، اتعلمت إيه داخل النادي الأهلي يا كابتن أحمد؟ بص شاهد، يمكن انا في النادي الاهلي من 88 لاعب، وبعد كده خرجت 96 97 ورجعت فريق مدرب 2012. شفت ازاي النادي الاهلي التعامل جواه والتعامل مع الناس جواه، وشفت الفرق بينه وبين بره لما خرجت بره النادي الاهلي. النادي الاهلي بقول لك طرح كبير، قلعه كبيره، النادي الاهلي مؤسسه كبيره، مؤسسه محترمه، في نظام، في تعامل باحترام، في اخلاص، في كل واحد عارف دوره في داخل المؤسسه. عشان كده الحمد لله يعني احنا اتعلمنا حاجات حلوه كتير داخل النادي الاهلي، عشان كده الحمد لله الاهلي بيحقق بطولات وبينجح، وان شاء الله مزيدا من البطولات الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن احمد كلمه اخيره هتقول ايه؟ اتفضل. يعني الكلمه الاخيره انا بوجهها لجماهير النادي الاهلي بعد يعني عودتنا من تونس المباراه الاخيره، بقول لهم نفسنا نكون موجودين في الاستاد المباراه الجايه، نفسنا الاستاد يتملي بعد الضغوط الكبيره اللي احنا تعرضنا لها في مباراه النجم ومن الجماهير والضغط الجماهيري. لازم الفرقه دي لما تيجي هنا تتعرض لنفس الضغوط واكثر، جماهير النادي الاهلي اكثر واحسن وافضل من اي جماهير في الدنيا، محتاجينهم المباراه الجايه ان شاء الله، وان شاء الله يكونوا معانا ان شاء الله.
كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي واحد من ابناء النادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هاخد جمله اخيره الفقره دي، ما حبيتش اتكلم في اي فنيات، ما حبيتش اتكلم في اي حاجه، لان الفقره دي بتبقى تكريم لنجم تعب جوه النادي الاهلي، واحنا نعلم قد ايه التكريم بيفرق مع الناس. فمن هنا كابتن احمد قال جمله مهمه في الاخر، قال لك مهم جدا جماهير النادي الاهلي، تعرضنا لضغوط هناك، فمحتاجين جماهيرنا هنا تبقى عامل مساند لينا. ده كلام محترم، عشان كده قلنا لكم اللي احنا اتعلمناه من شويه على الجماهير والكلام اللي قلناه، اتمنى الكل يفتكره، وكل يوم هنعرض نفس الكلام لغايه لم يوم المباراه. ده مهم جدا جدا لحضرتك. دلوقتي هنطلع فاصل سريع، واستقبل اثنين من نجوم النادي الاهلي، الكابتن معتز زين والكابتن محمود سمير. عملنا ماتش كويس، وان شاء الله نتيجه 2-1 نقدر ان شاء الله نعوضها. دايما لعيبه الاهلي رجاله ابطال، بيظهروا في الوقت المناسب. كنا رايحين الترجي وبنلعب بضغط ورايحين مهزومين نفسيا، لكن الحمد لله رب العالمين اللعيبه ابطال، قدروا نكسب، قدروا يكسبوا الترجي. النادي الاهلي ده نادي كبير وصراحه عظيم، وانا شايف ان هو صاحب انجازات هايله. وبعدين اذا كان هو خارج ارضه اتغلب 2-1، فعنده فرصة عظيمة جدا في بلده في وسط جمهوره ان يقدر ببساطة شديدة يجيب 2-0 و3-0. انا متوقع ان ده هيبقى ماتش بطولة، وحسام البدري ده انسان هايل جدا. النادي الاهلي على فكرة ادارة عظيمة وروح عالية، روح الفنانة الحمراء. والله انا عندي ثقة في الله، ثم في لعيبة النادي الاهلي، لعيبة رجالة، وده ثبت في الماتش الاولاني اللي كان مع فريق الترجي. والنتيجة مش بعيدة، اللي حصلت في الأمس مش بعيدة، 2-1 الأهلي سهل التعويض إن شاء الله في استاد القاهرة. وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي رجالة، ودي روح الفانيلا الحمراء اللي تعودنا عليها ومؤمنين بيها كجماهير للنادي الأهلي. كان في الأداء بتاع الشوط الأول كان أداء شوية، كان في ثغرات في نص الملعب، قدر الكابتن حسام بدري الثغرات دي يحلها من خلال الشوط الثاني. كان في 3 إصابات طبعا يعني مؤثرين جدا، عبد الله السعيد ان شاء الله يقدر يلحق الماتش الجاي، هشام محمد يعني هنخسره طبعا. الثغرات دي يمكن حسام عاشور غيابه اثر شويه في نص الملعب، كان الضغط في نص الملعب شويه ما كانش موجود، كان في اخطاء شويه. الشوط الثاني الحمد لله اتعدلت،
كويس ان احنا جبنا جون الحمد لله، نقدر نعوض هنا. يعني انا بطالب من هنا اتحاد الكوره شويه الجمهور يكون زياده، لان دي هتبقى دفعه معنويه كويسه جدا للعيبة. المباراه اللي جايه هتبقى في ايد لعيبه الاهلي وفي ايد الجمهور، ان شاء الله الاهلي هيكسب 3 ان لم يكن اكتر من 3. طبعا انت عارف النجم الساحلي ما فيش، يعني عندهم رهبه من الاهلي، واي فريق في افريقيا او في شمال افريقيا بيلعبوا الاهلي بحذر وخوف، واخد بالك؟ مجرد ان هم يجيبوا جون بيفتكروا انهم خلاص قضوا على الاهلي، لكن لا، الاهلي تاريخ وما بيوقعش. الاهلي هيغلب 3 وهو بس له سوء تحكيم هناك. يعني انا ليه طبعا لينا ضربات جزاء هناك، وباذن الله هنغلب، ما تقلقش. يعني الاهلي قادر على انه يعدي اي مرحله، وباذن الله ياخد البطوله كلها ان شاء الله. اقول للاعيبه النادي الاهلي شد حيلهم، المباراه صعبه مش سهله، مش معنى ان احنا فزنا هناك اتغلبنا هناك 2-1 يبقى المباراه هنا سهله. 1-0 هتصعدنا، بس فريق النجم الساحلي فريق شكله تكتيك كويس وبيعرف يدافع وبيعرف يستغل الفرص كويس، وربنا يوفقهم باذن الله، واحنا وراهم مش هنسيبهم. والله انا بقول لهم ربنا معاكم، المباراه كانت كويسه وربنا يسهل ان شاء الله ويكسبوا الماتش الجاي ده باذن الله وربنا معاكم. لهم اجمدوا بقى كده وشد حيلكم، عايزين نفرح، عايزين نفرح بجد، بقالنا كتير. الفريق برضه بعافيه شويه، بس هو برضه النادي الاهلي، هو ان شاء الله هيكسب ان شاء الله باذن الله، وهيرفع راسنا كلنا باذن الله. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي الفقرة الأولى مع 2 من نجوم النادي الأهلي كانوا مشاركين مع جيل محترم مكمل لأجيال سابقة. أكيد 2 حققوا بطولات وإنجازات مع النادي الأهلي، وببقى سعيد مرة تانية وبقول لحضراتكم كده على طول إن لما ببقى معاك لعيبة كان في إخلاص، كان في حب، كان في قصة كفاح داخل النادي الأهلي، الواحد بيبقى سعيد بده. فخلونا أرحب ب2 من نجوم النادي الاهلي. كابتن محمود سمير برحب بيك. اهلا بيك شادي، منور ومبسوطين احنا معاك. كمان اللي بمشاكس شويتين الكابتن معتز اينو برحب بيك. حبيبي وحشني يا شادي، وسعيد ان انا موجود معاك طبعا وفي بيتنا، ويعني الواحد مش غريب على القناه طبعا، قناه النادي الاهلي، ودايما الواحد بيبقى مستمتع وهو موجود هنا يعني. وسعيد لاكتر ان انا شفت سمير، بقالي كتير ما شفتوش. ما انا حكوا لي الكواليس اللي انتوا عملتوها فوق كلها، انا هنا متراقبه كلها عشان تبقوا عارفين، حكوا لي كل حاجه. رجعنا الذكريات كلها. محمود انت مختفي فين مش باين؟ مفيش والله، انا بطلت بقالي حوالي 1.5 سنة، واتجهت بقى اتجاه مختلف خالص، فتح شركه سياحه واتجهت شويه في السياحه. بجد والله؟ السياحه عامله ايه؟ بنحاول نزق فيها شويه. بعد الحج مريح. لا بجد والله، واقف على رجلها تاني ولا لا؟ والله ابتدت يعني تتظبط شويه اهي، وربنا يكرم يعني ان شاء الله الدنيا تقوم شويه يعني والبلد تستقر وكده. لو الاهلي ان شاء الله ربنا كرمه وفي مباراه النهائي في المغرب بتطلع رحلات وكده؟ بتطلع رحلات فري كمان. بجد والله؟ ان شاء الله باذن الله. لا بكلمك بجد. لا لا ان شاء الله، لو الاهلي ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله الاول ويعدوا المرحله الصعبه اللي جايه بتاعت مباراه العوده بتاعت النجم، وان شاء الله يبقى في رحلات ان شاء الله بتعملها مخفضه. خلينا نتكلم بسرعه، بتعملها لا مخفضة؟ بنعمل رحلات مخفضه وبتبقى طب لو كده نتكلم معاك ونقدم اي خدمه لجمهور النادي الاهلي. احنا عايزين ثقافه الجماهير تسافر دي، عايزين نزودها. بنعمل باكجات كويسه جدا للحاجات ديت، حتى لما كان في مباراه الاهلي والزمالك في الكاس في السوبر في دبي وكده كنا بنعمل برضو حالات كويسه جدا. بجد والله؟ طب والزمان ما تكلمنيش يا سما، البرنامج اسمه الكوره والجماهير، وعايزين نشارك الجماهير معانا في كل حاجه ان شاء الله. طب دي حاجه كويسه وهنتابع معاك في الموضوع ده، بس الاول ربنا نعدي الخطوه بتاعت مباراه النجم هنا. اينو طمني عليك، بتعمل ايه دلوقتي؟ انا تمام الحمد لله، يمكن انا سبت مصر خالص بقى، والسنه دي مع كابتن ضياء السيد في نادي راس الخيمه الاماراتي، فالحمد لله الامور ماشيه تمام بقى لي 3.5 شهور او 4 شهور، وجينا هنا كنا قبل العيد عاملين معسكر اسبوعين ولعبنا كام مباراه وديه والامور ماشيه. عملت خميره حلوه يعني. لسه بقول يا هادي لسه.
اول رحله احتراف ست ما تسافرش بتقعد تدربها. بص سمير بيشاور لي من وراك. سمير جاي النهارده يعمل بيزنس عمال يقول تذاكر بيعمل دعايه للشركه جاي بيزنس النهارده. بس انتوا متفقين على اللبس والالوان وكده؟ بص متفقين على الحلاقه وعلى اللون. والله انا فوجئت انا قاعد لقيته داخل عليا ما كنتش عارف خالص. حتى هو بيقول لي ما في الاعداد ما كانوش قايلين لنا خالص اللي احنا هنتقابل. والله تقريبا كانوا عاملين مفاجاه يعني. طيب خلينا نتكلم لان مهم جدا معاكم حوار الذكريات لان مريتوا بالمواقف اللي فيها النادي الاهلي قبل كده. بس شايفين مباراه النجم خلاص الناس اتكلمت فيها فنيا نتيجه 2-1 صعبه على النادي الاهلي يا محمود؟ بص يعني مبدئيا ما فيش حاجه صعبه على النادي الاهلي. النادي الاهلي عود جماهيره طول عمره حتى واحنا لعيبه يعني ما فيش مستحيل في الكوره. طول عمرنا يعني متعودين انا من قبل ما العب في نادي الاهلي او حتى لما لعبت في نادي الاهلي متعودين الناس بتلعب لاخر دقيقه. والدليل على كده المباراه اللي قبل فاتت على الترجي ما كانش في حد عنده شك ان الاهلي ممكن يعدي مباراه الترجي. بس الحمد لله يعني لعيبه رجاله وعلى قد المسؤوليه ودايما الحمد لله. انا من وجهه نظري النادي الاهلي هو الابتسامه الوحيده للشعب المصري حتى الان يعني. فانا شايف ان مباراه النجم عدت بحلوها بمرها. المباراه عدت نتيجه 2-1 انا مش شايفها نتيجه صعبه على النادي الاهلي. النادي الاهلي قادر ان هو يعوض هنا وبمكسب كويس مع احترامي لفرقه الترجي. فرقه النجم مع احترامي ليها فرقه الترجي اقوى منها. فرقه الترجي فرقه منظمه عن فرقه النجم. فمن وجهه نظري ان مباراه العوده ان شاء الله لا الاهلي بجمهوره بالمنظر اللي احنا هنشوفه في الاستاد في مباراه العوده لا الاهلي قادر ان هو يعدي وبنتيجه كويسه ان شاء الله. اينو هاخد من كلام سمير قال جمله كده هقف عندها. يعني قال النجم فنيا اعلى من فريق الترجي اعلى فنيا من فرقه النجم. الكلام ده مظبوط من وجهه نظر؟ انا اتفرجت طبعا على الماتشين بس لا اكيد يمكن زي ما سمير قال هضيف حاجات بسيطه على اللي هو قاله. لكن فعلا فريق الترجي فريق منظم بيعرف حتى يطلع بالكره من ورا مش بيطفش. اقول لك على حاجه ده في تلت ساعه في المباراه الثانيه اللي في ملعبهم لمسه ولمسه ولعبه وتحرك بدون كوره. لا عندهم تلت 25 دقيقه عملوها غير طبيعيه. لا اللعيبه كلها خبرات ويمكن اكتريتهم في المنتخب التونسي لا عندهم تحس ان هم عندهم ثقه في نفسهم يعني عندهم ثقه اللي هم بيطلعوا من ورا لقدام امتى بيعملوا استحواذ امتى بينوا الهجمه. لا فرقه تحس ان هي منظمه عارفه بتدير المباراه ازاي عارف بيعلي الريتم ازاي وامتى بيهدي الريتم. لا فريق محترم مع احترامي طبعا لفريق النجم لكن زي ما سمير قال الترجي اعلى. لكن خلينا احنا بعيد عن الترجي والنجم نتكلم عن النادي الاهلي ده اللي يخصنا. اللي انا شايف لا المباراه مش ما فيش حاجه زي ما سمير قال مستحيله في الكوره. النادي الاهلي طول عمره معود جمهوره على كده ومعود الشعب المصري جميعا على كده اللي هو ما عندوش حاجه اسمها مستحيل. بنلعب لغايه اخر 90 دقيقه. عايز اقول لك اللي احنا مرينا على ايامنا حتى وانت طبعا مرينا بالحاجات دي كتير جدا وبالمواقف دي وكن مواقف ونتائج اصعب من دي. ده يمكن انا شايف اللي ان شاء الله يعني بامر الله انت 1-0 تصعد. فيعني واللي عايز يسال لازم تكسب الناس الطبيعي عشان توصل للنهائي او تاخد البطوله لازم تكسب. لا اللي مخلي برضو الواحد يعني في ناس كتيره طالعه عماله يعني تهول كلام كتير والمباراه والله العظيم يا جماعه يمكن برضو احنا عشان احنا جربنا او لعبنا او كده احنا كنا زي ما بيقولوا في المطبخ جوه فاحنا عارفين او مطمنين شويه كده. لكن ممكن نقول ايه الناس غصبا عنها عشان هو قلقانه او كده. لكن انا عايز اقول للناس وبنطمن الناس اللي يعني النادي الاهلي قدها وقدود زي ما بيقولوا والله العظيم اكتر من الموقف ده مرينا كتير وكانت نتائج ولازم بقى تكسب 2 و3 وكنا الحمد لله وبنكسب وبنعدي. فاكر موقف معين؟ لا هي المواقف كتير يعني كتير. اقل حاجه ماتش ابو تريكه بتاع صفاقس ده الناس كلها كانت راحه فقد الامل هوب رجعوا بالكاس. فاكر القطن الكاميروني اللي انت جبت فيه جون وكابتن احمد حسن جاب فيه جون خطفنا في الماتش ده حاله بقى جوه المباراه. ده فاكر الماتش ده ربع ساعه تطار حلينا جوه الصندوق. لا تطار ده احنا ما شفناش الكوره والجمهور بقى وهناك بقى يعني احنا لما بتلعب مثلا يعني بتلعب في تونس ولا بتلعب يعني برضو يعني البلاد دي البلاد العربيه على الاقل ايه في روح شويه. لكن انت بتروح مثلا في اي حته بقى في افريقيا
يعني ماتش القطن ده تبقى اصعب بكتير الحياه في الملعب. الناس بقى لا عذاب. انا 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 مش هكلمكم على كوره. انت كنت موجود يا سمير ماتش القطن في جروه 2008 فاكر الفندق اللي كنا قاعدين فيه انت كنت الاوضه اللي جنبنا. فاكر انت هتستغربوا اللي انا فاكر كل حاجه او الاوتوبيس اللي كنا بنروح بيه التمرين والصغير ده ميكروباص جايب لنا ميكروباص ايوه فاكر ما كانش بيكفينا كنا بنروح على مرتين ما بوركش بس فاكر اللي انت تبقى تعبان في الاقامه كانت عامله ازاي الاجواء والاكل احكي الاجواء. الاجواء كانت بتبقى صعبه جدا. انت هناك في افريقيا ولا بتعرف تاكل ولا بتعرف تنام. حتى الاوتوبيس اللي بتركبه تروح بيه الماتشات حتى الجماهير بتاعت الفرقه المنافسه هناك لما بتقابلك بالنغمات اللي بيقعدوا يعملوها ويوتروك في الملعب. لا كانت الاجواء بتبقى صعبه جدا غير اجواء تونس والمغرب والجزائر والحاجات دي بيبقى في ارتياحيه اكتر. لا ماتشات افريقيا الفرق الافريقيه بتبقى اصعب بكتير باجواءها بكل حاجه بملاعبها كمان. 2-1 انا مش بتكلم على فكره الاهلي قادر. ما هو ان شاء الله الاهلي قادر لكن 2-1 دي نتيجه كويسه. لا انا شايف 2-1 دي نتيجه كويسه برغم ان انا كنت يعني اطمع ان لا الماتش الاهلي يكسب او على الاقل يخلص تعادل. لكن 2-1 دي انا شايف واحد من جمهور النادي الاهلي حاليا ان لا نتيجه الاهلي يقدر يعوضها باذن الله بنتيجه كمان ايجابيه اكتر من كده. لا مناظر الطياره دي كانت يعني صعبه قوي. بس ناخد عاشور. بصوا يا جماعه اصل الصور دي هجيب لكم في مجموعه انا هرجع كنا بننسى محمود سمير. هي المجموعه دي كانت خطر جدا. دي محمود سمير هتلاقيهم هم اللي نايمين عشان بعد كده الفرقه تريح. بس انا عشان الحفله ايوه الحفله اللي في الطياره الفرقه دي ما تتنسيش. خلي بالك عم حارس كان بيعمل حساب قوي للشله دي. لا وعم سيد مره قال بعد التمرين اقسم بالله انا فاكر يا شادي قال لك انا مر عليا شلتين على مدار حياتي شلتكم وشله رامي سعيد وابراهيم سعيد واحمد صلاح حسني زمان. قال لي لكن انتوا غلبتوهم. قال لك انتوا عديتوهم في ايه بقى؟ احنا بقى فاكر بعد التمرين اللعيبه كلها تخلص كنا لسه بنتكلم فوق اللعيبه كلها تخلص فابو تريكه ده يمشي وده يمشي وبركات احنا قاعدين بقى ما وراناش حاجه انا وعاشور وسمير وصديق وكله بقى نقعد بقى ورمي الشرابات ورمي الازايز ورمي كانت الاوضه تخش تحس ان هي مش اوضه لبس. لا كنا بنبهدل الدنيا. كان ابو تريكه دايما يا ابني اهدى يا ابني اهدى واحنا طبعا ولا بنسال في حد. فاحنا كنا بس اقول لك على حاجه يعني برضو انك تلعب في وسط جيل كبير جدا زي الجيل الواحد كان موجود فيه ابو تريكه بركات وائل جمعه شادي محمد فلافيو جلبرتو سيد معو ناس نحاس حجمها نحاس يعني وكابتن عماد نحاس طبعا واحمد حسن ناس تقيله. فدي لوحديها حاجه مذهله انك كان انا كنت مثلا بقول لك يا سمير عشان تدخل التشكيل كنت بتعمل ايه؟ اللي كان بيدخل السكور ده كان بطل اللي بره السكور كان بطل والله العظيم الجمله دي حلوه قوي اللي قالها والله العظيم بجد اللي كان بيدخل السكور انت في كل مكان لعيب حتى لو هو سوبر ستار لازم تروح تشوف اسمك بنفسه. فاكر الورقه فاكر كابتن سعيد بعد التمرينه اللي هي الاخيره دي على طول كان كله يخاف يحط كان كله يبقى في لعيبه ما كانتش بتغير تخش تاخد دش. لا انا قاعد مستني اخش اخد دش واطلع كده ولا اخش اخد دش واطلع الاتوبيس. اول ما يجي بالورقه كانها نتيجه ثانويه عامه. ايه ده مين يا كمان انت كنت بتلعب 3-5-2 5-3-2 كان في كل مكان في 3-4 لعيبه غير دلوقتي بقى ان انت في 3 تحت الفيرويد. الاول لا كان الموضوع مختلف فكان حرب ان انت تدخل السكور وانك تتواجد وسط مجموعه كبيره زي دي وتاخد حجم بطولات. لا الموضوع مختلف عن دلوقتي خالص. دلوقتي في سهوله ان انت تلعب ان انت تخش تشكيل اساسي. لا الفتره اللي فاتت كان الموضوع صعب انك تحجز مكان في تشكيل اساسي. طيب عايز اكلمكم عن مهم جدا برضو عن دور الجماهير واللي هي في جروه في مجموعه كانت بتسافر معانا وبصراحه حاجه مشرفه العدد زاد في مباراه النجم الاخيره ودول عامل السحر هنا في مصر. بص يا كابتن انا على المستوى الشخصي كاينو انا في اعتقادي الكوره من غير جماهير تحس ان انت في التمرين تدريب. انا لعبت في يعني في وقت الجمهور ولعبت في وقت اللي هو بدون جمهور من بعد الثوره وكده تحس ان انت رايح الماتش انت رايح تدريب. يعني الصوت بيبقى صوت اللعيبه بينهم وبين بعض بيبقى طالع المدرجات صوت الجهاز صوت فما فيش اي حاجه من دي. الواحد ما بتحس ان انت ما فيش اي متعه في الماتش. انا شايف ان الجمهور زي ما بقول لك رقم واحد. الجمهور ان شاء الله حتى في المباراه الجايه
هيثبت للناس كلها, وده النادي الاهلي متعود عليه اللي هو الجمهور عامه. يمكن كنا لسه بنتكلم حتى لو كان الاهلي كسبان النجم في في, في تونس كده كده كنت هتلاقي الجمهور هيملى الاستاد يعني صح. مش مثلا الموقف او النتيجه او ماتش كده كده النادي الاهلي دايما معود فريقه اللي هو كده كده بيملى الاستاد, فما بالك بقى اللي انت مباراه هتبقى ماتش يعني حاسم وقبل نهائي ولازم تعمل نتيجه ايجابيه. فانت هتلاقي يعني سمير لسه دلوقتي كان بيكلم بيقول اللي التذاكر امبارح اتباعت على طول فاهم. فانا شايف ان الجمهور هيبقى رقم واحد, فان شاء الله اللعيبه تفرحنا بامر الله ونطلع بنتيجه ايجابيه والناس تفرح زي ما دايما اللعيبه بتفرح الـ 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 يعني الشعب المصري كله. اتمنى ان شاء الله المباراه الجايه الناس كلها تفرح ويكون الجمهور رقم واحد هو العامل الرئيسي للعيبه في المباراه. سمير عايز اكلمك, انا الصوره معروضه ايه من ذكريات ودايما الجمله اللي انت قلتوها الحلوه اللي طول ما موجود النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها مستحيل طبعا. طول الوقت انت عشان تمر بصعوبات بتمر بحاجات كتير عشان تحقق اهدافك الميكروباص. هكلمك ممكن خلي بالك اللعب في النادي الاهلي مش بالسهوله, بمعنى اللي انت لازم بتعمل رصيد كبير جدا من البطولات وعدد مباريات كتير جدا عشان خلاص يبقى مكانك ما يحجز مكانك. فانتوا الاثنين مريتوا بالظروف دي, هربط بقى الكلام معاكو على وليد ازارو. ضغوط وباللعبه وبالبتاع هو طبعا بيضيع فرص سهله, خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه, لكن كميه ضغوط غير طبيعيه تفقدك الثقه زي ما حصل مع فلافيو قبل كده. انتوا فاكرين فلافيو كان بيحصل معاه سنه كامله. بص هو وليد لعيب هايل ولعيب بلغه الفرويد لعيب هجام, لعيب سريع عنده مرونه عاليه جدا, بيوصل للجون كتير بيضيع وبيضيع فرص سهله جدا, بس هو وليد حظه ان هو جه في مباراتين مهمين جدا صح. زي الترجي والنجم اللي هو الجماهير مش مستحمله غلطه وكان نفسها ان هو مثلا الانفراد اللي هم بيتكلموا عليه بتاع ماتش الترجي ان هو ياكد ويخلص ونخلص من القصه وكده. بس هو مع الوقت تخلص بطوله افريقيا تعدي على خير وان شاء الله النادي الاهلي يكون هو بطل افريقيا ان شاء الله مع استكمال مباراه الدوري. لا وليد ازارو هيتنقل نقله كبيره, هدف واحد هتفتح معاه لان دلوقتي الناس هتبتدي تقارنه بعمرو جمال. يقول لك طب ما كنا خلينا عمرو ووليد, وهتلاقي الناس ابتدت تدخل في مقارنه غريبه. ما ده اللي بيحصل. لكن هو وليد انا شايف لعيب كويس جدا, بدليل ان هو لو لعيب مش كويس ما كانش كابتن حسام البدري بيشركه في اصعب مباريات في بطوله افريقيا. كابتن حسام عنده ثقه فيه ان هو بيديله المباراه, يبقى معنى كده الراجل ده لعيب كويس. لكن موضوع اهدار الفرص هي جت حظها ان هي جت في مباراتين صعبه. انا معاك 100%, لكن انا شايف ان وليد نفس قصه فلافيو لو فتحت معاه بهدف في مباراه لا الدنيا الوضع هيتغير. انه انت من الناس, فلافيو كان ليه شخصيتين, شخصيه معانا كلاعيبه زمايله, واول ما بيخرج من اوضه اللبس عشان نحكي للناس شفت سمير بيعمل ايه, بيعمل لك اللي هو ما بيتكلمش, ممنوع تتصور معاه, واخد قرار بيلبس وشه هو بعد وهو بيغير بعد ما بيلبس بيروح عشان الناس تبقى عارفه. نحكي لهم التفاصيل قد ايه ضغوط سنه كان بيمشي وده من اللي كان معاه, كان معاه مرافق عشان مش حافظ الطريق في التمرين وانت كنت قريب منه انه بتروح تهزر معاه واكيد تقدر تفيدنا. انه بيحب خلي بالك يهرج مع الافارقه قوي. ما هو هو فاهم اللغه بتاعته عشان هو اساسا ما بيتكلمش انجليزي خالص, فهو لا انجليزي ولا عربي. لا بس هو جيلبرتو كان معانا حتى مع الشله بتاعتنا, جيلبرتو كان فاني شويه عن عن بس عن هو بقى عشان نقول للناس ما تعملش كده مع وليد. ليه كان بشخصيتين, كان يهزر معانا اول ما يخرج لقيه يتحول. فاكر اينو اللي كان بيحصل معاه وكان بيقولوا لنا اللي هو ما بيرضاش يتصور مع حد بره, الضغط كان بيستخبى في العربيه من بيضيع فرص سهله فبالتالي حصل عليه ضغوط كان بيخاف ينزل الشارع. ما هو يمكن من كتر السنه كامله ما جابش ولا جون فالناس كلها كانت بتشتم فيه والضغوطات عليه, فهو زي ما تقول ايه فضل شايل فهم بقى هو كان جاي برضو لسه مش مستوعب مصر ايه ولا الجمهور ايه او فانيله النادي الاهلي. برضه انت بتلعب في النادي الاهلي لازم تبقى برضه محطوط تحت ضغط دايما اللي انت دايما عايز تكسب, فهو لما ما كانش لسه واعي, عارف لسه جاي البلد جديد مش واعي, ففجاه لما لقى الضغط ضغط ضغط وهو ما بيجيبش جوان هو برضه الله يكون في عونه هو عايز يجيب جون, بس هي الكره بلغه الكره مش ماشيه معاه, فهو لما ابتدت بقى تفتح معاه ويجيب جوان عارف زي ما تقول ايه خلاص كان شايل بقى للنادي, فابتدى كان شايل إيه سنة كاملة الكلام صعب جدا. واحد حتى التعليقات للأسف السخافة في التعليقات لو تفتكروا في حاجة اسمها نقد بناء, يعني ممكن انت تبقى وحش قوي ايه اقول لك النهاردة غير موفق, اقول جمل
يعني مقبوله، لكن كان زمان كنا نسمع كلام غريب مثلا. أيوة. فريق ياخد كل البطولات يجي يقول لك مش عارف جاب جون بقفانا، اسف في الجمله دي، كان بيجي يقول لك ما يستحقش يلبس تيشيرت الاهلي، ما ينفعش يدخل من بوابه النادي. ما هو عشان كده شادي بقى لما ايه، لما الدنيا فتحت معاه وثبت نفسه بقى هو رقم واحد وانا الهداف، ده قعد فتره فاكر على طول هو اللي بيجيب اجوان على طول. في بطوله افريقيا في سنه جيلبرتو لعبه متفق عليها اللي هي فاكر تشاور واحد، ايوه واحد او اثنين، كنت تروحوا تلعبوا الضربه الركنيه، وجيلبرتو وفلافيو سيناريو كان بيحط. فهو انا شايف اللي هو يعني يعني بسبب الضغوطات دي هو قال هو زي ما تقول ايه قفل شويه من انتوا بقى كنتوا بتشتموني وانتوا اللي بتاع، فهو خلاص بقى بيهزر معانا. اتكلمت معاه في مره؟ لا خالص، دي حاجه بتاعته، لكن احنا بنهزر بينا وبعض، لكن اول ما بيطلع بره هو تحس اللي هو كان شايل من الناس. انا اللي كنت دايما انتوا بتيجوا عليا انا فتلاقي ولا حد يصور معاه ولا حد يجي جنبه، ولا تحس اللي هو اهم حاجه حاطط الهاند فري في السماعات وملوش دعوه بحد. يمكن جيلبرتو هو اللي ايه يعني بيحب يهزر شويه سواء بره جوه. جيلبرتو كان دمه خفيف شويه، حتى برضو فلافيو ما كانش بيتكلم عربي، يعني هو قافل هو التمرين والماتشات بس، لكن جيلبرتو كان برضو ممكن يعني ممكن يهزر بشتيمه، يشتم عادي عربي ونديله واحده من تحت. جيلبرتو كنت تحس اللي هو من شبرا. لا جيلبرتو ليه وقع اكيد، مش عارف انتوا فاكرينه ولا لا، كنا مره داخلين ماتش مهم جدا وعم حسين في المدرج ربنا يا رب يديله الصحه، يلا يا اهلاويه شدوا حيلكم شويه، ولسه ما بنسخن في فجلبرتو فاهم عرب، فراح لعم حسين قال له عم حسين كده حنس. انا بس عايز اقول حاجه على ازارو، اضيف حاجه على سمير، اللي برضو ازارو مضغوط عشان زي ما سمير قال في ماتشين يعني ماتشين مهمين جدا وتضيع فيهم، اعتقد اللي هو لو كان جاب واحده فيهم كانت فرقت معاه. النقطه بقى اللي هو برضو ممكن يبقى يكون مضغوط فيها اللي هو وشه بان عليه في كذا لعبه بعد لا المباراة. هو قبل كمان المباراه الاخيره بتاعه الترجي او قبل مباراه الترجي كمان المنتخب المغربي المدير الفني اعلن القائمه وهو ما راحش، فحتى برضو الناس ربطت. انا كنت دايما بقرا على المواقع وكده وفي الجرايد اللي دي برضو نقطه سلبيه بالنسبه له، هو كان برضو دايما تقريبا بيروح او انا مش متابع، وفجاه اللي هو المدير الفني استبعده وعنده مباراه مهمه، اعتقد اللي هو على الاقل لو كان في المنتخب هتبقى ايه نفسه برضو مرتاح. فاكيد برضو موضوع المنتخب ده لعيب بيتمنى لو يلبس تيشيرت بلده، اكيد برضو استبعاده ده اكيد اثر عليه، فاحنا برضو دي اكيد نقطه برضو من ضمن النقط اللي مخليها برضو تحت ضغط، زائد اللي انت بتلعب في النادي الاهلي وبتضيع وبيجي لك كل الحاجات دي، فاعتقد اللي هو الله يكون في عونه. لكن لو جاب جون اعتقد اللي هو هيرتاح هتمشي معايا. في واحد زميلكو اكيد بيتفرج على قناه النادي الاهلي وشافكو، و يعني الكاميرا انا عايزها تفضل معاهم، اول ما انا عايزك تقول الو يا سمير. الو، علي صوتك. الو، السلام عليكم كابتن سمير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن سمير، منور الدنيا. تمام الحمد لله. مين كابتن اينو؟ يعني مدفعجي وبهنيكوا على اليونيفورم الجميل ده يا كابتن بصراحه. يونيفورم يونيفورم ده استاكوزا. طالما قلت يونيفورم يبقى انت استاكوزا. يعني انت بصراحه اسعدتنا باللقاء الجميل ده مع كابتن اينو. ازيك يا كابتن اينو؟ الحمد لله على السلامه، وحشني. وكابتن سمير وحشني، ويا ريت ترد عليا. حبيبي استاكوزا، بقول لك ايه، ده هم جايين من معسكر لابسين نفس اللبس ونفس اللون وكل حاجه، بس هو يعني الفريق النادي مسلم قمصان وتيشيرتات عادي. عارف انا مشكلتي مع استاكوزا حاجه واحده. اسمع اسمع، محمود سمير عايز يقول لك حاجه. استاكوزا انا مشكلتي معاك حاجه واحده. اتفضل يا كابتن. بيقعد يلعب بلاي ستيشن لحد 6 الصبح في البلكونه اللي قدامي. بجد والله؟ والعيال مش عارفه تنام. دي مشكلتي معاك. انت اللي ملتزم، انت اللي ملتزم وبتنام بدري. ولا بنام بدري انت عارف. كوزا عملنا لك استدعاءات كتيره يا كابتن، بس انت رافض يا كابتن، انت بتحب الحياه العمليه. ما انت عارف انا بطفي النور بنام خلاص. استاكوزا، سمير 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 مختفي بقاله مده كبيره كده وقدرنا نوصل له، وهتقول له ايه النهارده؟ والله اقول له يا كابتن سمير انت منور الدنيا وما تختفيش عننا تاني ارجوك. حبيبك كوزا، بنسعد بيك يا كابتن وبنسعد بالجيل الجميل ده، وانتم الناس بصراحه اللي بتعمل بهجه، وكابتن شادي بصراحه جايب ناس فعلا يعني الواحد بيتبسط وكان يتمنى ان يبقى موجود في وسطيكم والله. طب البس وتعالى. كابتن وحشني جدا. البس وتعالى. ما عنديش نفس اللبس ده. ما خدش اليونيفورم. ما استلمتش. طيب هتقول لاينو ايه؟ اقول لكابتن اينو منور الدنيا يا كابتن، ووحشتنا في الشوايه اللي سبت فيها البلد كلها ضلت. حبيبي جدا ووحشني جدا والله، وانا مبسوط جدا والله وانا شايفهم هما الاثنين يا كابتن.
واحنا كمان مبسوطين ان انت معانا دايما كده كابتن شادي مجمع الناس دي والله فعلا انهم فعلا والله بيوحشونا والناس بتحبهم قوي وما يبعدوش بقى. والكلام ده بصفه خاصه للكابتن محمود كابتن سمير عشان خاطر هو فعلا مقصر معانا قوي. حبيبك كوزا انا بشكرك انا بشكرك شكرا جزيلا ودي اقل حاجه انتوا انا دايما وبقولها سمير للامانه مش كلام بقى عشان احنا ببرنامج وبتاع انا بقول احنا قاعدين في بيتنا اكيد طبعا وفي نفس اللي انا عايز اقوله عايز اقول انا بتشرف في يوم من الايام اللي كنا مع بعض طبعا وكان في اخلاص وكان في حب جدا لفنانه النادي الاهلي مش انتوا الجيل بس كمان وكل اجيال النادي الاهلي لكن انا بتكلم على ناس انا عشرتها شفتها من اخلاص من جدعانه لحبها يعني ما كانتش الفكره هو ده اللي انا عايز اقوله الناس تعبه نفسها كتير مين يلعب مين ما يلعبش وانتوا شاهدين كان اللي انت تقاتل والتشكيل ده انا ما اقدرش اتدخل فيه ولا اقول خالص العب ولا ما العبش فيه مدير فني انا قعدت 5 سنين بدون اقطع كلامك 5 سنين في النادي الاهلي ولا 6 سنين انا قاعد في اوضه واحده مع عاشور وده دليل زي ما انت بتقول مين تشكيله مين كنت تلعبوا في مكان واحد بنلعب في مكان واحد واحنا في يعني المطار كنا بيبقى قاعدين 20 30 لعيبه قاعدين في المطار وقاعدين بنلعب كوتشينه فاكر يا سمير في الفتره بتاعت الترانزيت ما بين انت تركب طياره وطياره قاعدين فرشين وقاعدين في الارض في المطار وكلنا واحد لا مين يلعب او مين ما يلعبش بقى كل اثنين واخدين بعض وكل ثلاثه بتشوف ازاي الكلام لما بيتقال دلوقتي اصل انت خلي بالك اكتر اثنين يقدر استفيد منهم في الكلام ده يعني على سبيل المثال بتشوف سمير فين مش عارف فلان وفين مش عارف مين مين ما بيلعبش لكابتن حسام لا التشكيله التغييره مش عارف الكلام ده للامانه احنا ما شفناهوش كتير خالص صح رغم ان احنا كمان الفتره كان فيها زي ما بقول لك كان في 30 نجم 30 نجم ب 30 نجم فعلا غير الوضع بتاع دلوقتي كلهم لعيبه محترمه ولعيبه على راسنا من فوق بس مش نفس نجوميه ابو تريكه وبركات والناس التقيله دي وشادي وعماد والناس كلها لا هو دلوقتي الوضع مختلف طبعا بقينه منتخب مصر انتقل نسيب الاهلي شويه عشان عايز اسمع منكم شويه مواقف كده لان الناس بتحب الذكريات والذكريات معاك وانا عارف ان هي مختلفه اتنين كانوا هقولها زي ما كانوا بيقولوها كانوا عصاب عصابه بس مش الاتنين دول بس كان معاهم 5 كمان هنقول اساميهم بعد خمسة شويه 5 خفافيش ايوه بس ما تقربش منهم فالنهارده منتخب مصر ودخل على مرحله مهمه جدا جدا ولا ما ينفعش نتكلم في اي حاجه غير نقف جنب منتخبنا حتى لو في سلبيات ما نتكلمش فيها حتى لو في اداء مش عاجب البعض ما نتكلمش فيه لان ده حلمنا كلنا الوصول لكاس العالم بص يا كابتن شادي لعب مين يلعب مين ما يلعبش نوصل ازاي اداء مش الناس تقول لك ايه فين الاداء يا عم احنا دلوقتي سيبنا من الاداء احنا دلوقتي احنا عايزين بس نصعد النتيجه وبعدين يبقى يحلها ربنا ما انا فرحتي اللي انا اعمل اداء واكسر الدنيا وابقى برشلونه واستحوذ وبعدين اخسر عملت ايه بالاداء صح فاهم الناس ليها ايه الخواتيم زي ما بيقولوا فالخواتيم اللي هي 3 بونت انا ليا هدف معين الهدف دلوقتي لل 90 مليون ولا ال 95 مليون هو الوصول لكاس العالم يبقى اركن بقى دلوقتي النقد اركن دلوقتي الاداء اركن دلوقتي اي حاجه كلنا اهلي بقى زمالك اسماعيل كل الشعب نتوحد نبقى ورا منتخب مصر فلان وحش فلان حلو المدير الفني غلطان المدير الفني مش غلطان كل ده خلي الكلام لبعد كده هنقعد على الترابيزه وهنتكلم وهنعمل سيبنا من كل حاجه دلوقتي اهم حاجه اللي احنا الكلمه الحلوه تتقال سيب الوحش لبعد كده يعني صح. في زي ما انت كنت لسه بتتكلم في نقد بناء وفي نقد هدام لا سيب الهدام ده شويه اركنه خليني ورا ايه البناء الحاجه اللي هي ايه تحفز اللعيبه الحاجة اللي هي تخلي اللعيبة تقول ده لكن هيطلع يقول ايه ده فلان قطع وفلان هم لا طب ليه؟ احنا عايزين بس نصعد وبعد كده ربنا يكرمنا ليه؟ عشان الشعب بأمانة انا مش اينو يعني انا مش معتز اينو لعيب الكورة ولا لا انا مواطن مصري الكورة زي ما سمير قال الكورة دلوقتي فعلا هي الحاجة الوحيدة او الوسيلة الوحيدة اللي هي بتفرح الشعب كلنا متفقين على كده كلنا شفنا في كاس الامم لما ما خدناش البطولة بس كنا بنكسب ماتش او قبل البلد كلها ما بتنامش صغير وكبير وبنات وحريم واختي واختك الناس كلها في الشارع واولاد واطفال ايه اللي بيعمل كده الكوره وبعدين الفتره دي الناس تعبانه بامانه انا بكلمك قلت لها احنا قاعدين بقى في بيتنا زي ما انت بتقول الناس تعبانه سواء بقى غلو سواء ظروف سواء ايه الكرة لما بتكسب الناس دي كلها في ناس تقول لك انا مش هاكل ولا اشرب بس هيطلع يفرح هيقضي ممكن ما يتعشاش اليوم ده
انا بكلمك بمنتهى الامانه. كنا في ظروف اصعب في كاس الامم الاخيره وافتكروا كان بقى هنا ده يقول لك ليبرالي وده مش عارف ايه الكل اتجمع على مصر في الشارع زي ما ما, ما بتعرفش تمشي بالشارع. محدش يتخيل فهم افريقيا ان احنا ممكن نوصل للفاينل. طيب انا هسمعك برضه يا سمير في قصه المنتخب بس الواضح اليونيفورم بتاعكم قلب الدنيا شغل الناس كلها قلب الدنيا والحلاقه كمان عشان كده حاسس ان هو ابن عمي معانا معانا كابتن احمد ابو مسلم. كابتن احمد برحب بيك. طب كابتن شادي اخبارك ايه؟ وبسلم طبعا عليه والله الحمد لله على السلامه وكتير طبعا. وزي ما انت قلت يا شادي هم فرقه موسيقيه هم اللي ما تقطعش حلو ما تقطعش فرقه موسيقيه ونفس دماغك انت جامد ليه كده كله انا عايز اقول لك على حاجه انا ماليش دعوه لو هتدخل ومش هتقدر عليهم ما تكملش. لا لا دول حبايبي دول اثنين حبايبي اثنين الناس المحترمه جدعان اينو خلص عليها في سموحه بس مش مشكله يعني خلص عليها فيها قلت له ايه قول لي. لا لا كان موضوع الدوري كان واقف ساعتها وكان هينو جاي لنا عرض وبعد كده عزل الموضوع قلت له هينو خلي بالك يعني في اتحادات كانت لينا وبتاع فلقيت هينو راح مسلمني. هتقول ايه لسمير؟ لا سمير على طول سمير من الناس المحترمه سمير حبيبي على طول على طول حبيبي قوي فمن الناس الكويسه من اللعيبه اللي هي طبعا يعني ملهاش حظ بره شويه لعبت شويه كتير بس كانت تلعب اكتر من كده كنت مهارته والناس المحترمه من يعني بتمنى له التوفيق في مجاله الثاني يعني واتمنى اهم حاجه اهم حاجه دلوقتي بتقول لمعتز يا رب يكمل على طول ان شاء الله يكمل بره وماشي كويس فان شاء الله ربنا يكلمه على القضيه ان شاء الله. حبيب ابو سلم انا عارف ان انت فلوسك كتير بقى وابو سمر هو بيقول لك شركه سياحه وبتاع عارفك هتميل عليه بعد ما عرفت الخبر ولا لا ما هو ابو سمر على طول ما بيحجزش لي من زمان خلي بالك اتعاون معايا زمان هو بس ما بيعملش ديسكاونت بس بيعمل ديسكاونت ده ابو مسلم من العملاء اللي عندي المميزين خلص علينا كده ده بيقول عليك من العملاء المميزين اللي عنده في الشركه. على طول لك على طول سمير ثاني يا سمير يقول لك طب عندك اوفر تايم. لا بص اقول لك على حاجه ما دام قال من العملاء المميزين يبقى انت بتشكك على طول. اسمع اقول لك على حاجه كمان انا بقول لك اعمل اوفر طول على فكره خريج الحكي وخلاص حاجه ثانيه ابو مسلم اينو عايز يقول لك حاجه. ابو مسلم اتفضل. ايه يا اينو ازيك عامل ايه وحشني حبيبي الحمد لله على السلامه اخبارك ايه؟ طبعا قبل اي حاجه انا بتمنى لك كل التوفيق في مدير دلوقتي ما شاء الله ربنا يكرمه مدير اكاديميه وادي دجله ف بيعلم لنا اجيال واجيال طبعا فبتمنى له طبعا التوفيق بس عايز اسالك سؤال فاكر العربيه البي ام السوداء؟ ده ايه وحاجات اللي احنا كنا بنزق ناصية ونمشي ناصية لا ايه كويس انت قلت لي الموقف دوت كان معاه عربيه بي ام حمراء اكس 3 فاكرها فالعربيه دي كانت الدنيا في طريق اسكندريه عمال تعمل في العربيه وكوبيه وعملها كل حاجه ايه صرف عليها يعني مثلا ثمن عربيه زيرو وجايبها لسه موديل السنه نزلنا لسه ماشيين عند طالعين من سموحه هنا اينو الكابوتش مرفوع والميه عماله تضرب ماشي بيربط الميه ما فيهاش غطس فاينو من الحاجات اللي بيعمل مواقف حاجات صعبه يعني ابو مسلم انا بشكرك على المداخله الجميله دي وان شاء الله كمان تشرفني قريب لان انت من الناس المحترمه جدا يا ابو مسلم. حبيبي يا شادي اتمنى لك التوفيق طبعا والنجاح على طول وهنا محمود واينو طبعا الناس المحترمه اتمنى لهم التوفيق في كل حاجه. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد ابو مسلم. محمود هرجع لك للمنتخب بحلم شعب الناس كلها بتلتف عايز نفسنا نروح كاس عالم خلاص تعبنا يعني انا واحد من الناس نفسي افرح ان اشوف منتخب مصر في كاس العالم بس انا مقتنع بحاجه طبعا انك لما تكون عندك حلم وهدف عايز توصل له لازم تحارب لاخر النفس عشان توصل له انا بشوف ان ساعات المنتخب بينقصه حاجه بينقصه حته النادي الاهلي في الروح لاخر دقيقه انا نفسي اشوف دي في المنتخب هو المفروض النادي اللي بيدي لا هو المفروض العكس تمام بس عشان دي حاجه احنا شايفينها في النادي الاهلي بقالها سنين مفتقدينها في المنتخب لكن زي ما اينو قال الكلام اللي هو قاله كله زي الفل اللي هو مين يلعب مين ما يلعبش المهم ان احنا نوصل كاس عالم والناس تفرح والناس مستنيه اي حاجه تفرحها خاصه الكره الوحيده طبعا هي الحاجه بتفرح الناس لكن انا عندي يقين بالله ان منتخب مصر هيصعد كاس عالم ان شاء الله بمباراة اللي جايه ان شاء الله بتاعت الكونغو ويسبقها طبعا مباراه غانا واوغندا ان شاء الله يعملوا نتيجه
كويسه. انا بتمنى ان هي تخلص تعادل بحيث ان احنا نلعب بارتياحيه. خلاص تكسب توصل كاس عالم لو حصلت النتيجه باذن الله رب ان شاء الله. فالناس طبعا نفسها تفرح. مباراه برده مش سهله، مش معنى ان كونغو اتغلبت اخر مصر اخر ماتش من غانا 5 ولا حاجه ان انا انزل بارتياحيه، لا مباراه برده صعبه. انا شايف ان الجيل اللي بيلعب دلوقتي في منتخب مصر هو انسب ناس ان هي تلعب تكون متواجده. بتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله، يا رب ويقدروا يفرحوا الناس ان شاء الله يوم الاحد، والناس تفرح والناس تبقى عندها بعد كده ثقه في الله وثقه في المنتخب ان لا الناس دي قادره ان هي تصعد كاس عالم، ونشوف وضع مختلف بعد كده ان شاء الله المنتخب. هو الشهر ده كمان يبقى حاجه كويسه، يعني شهر 10 ده فيه النادي الاهلي النادي الاهلي والمنتخب، يعني تبقى حاجه كويسه للمنتخب ان شاء الله يفرحنا يوم الاحد، تبقى حاجه كويسه. وبعدين يوم 22 الاهلي يصعد ان شاء الله، فتبقى حاجه كويسه في الشهر. اقول لك على حاجه، الحدث الثالث بقى عيد ميلادي. عايزين كلام كوره عيد ميلادك. الحدث الثالث بقى ده عيد ميلادي في الشهر، يبقى الثلاث حاجات دول في الشهر. انا بس عايز اقول حاجه تخص النادي الاهلي والمنتخب. على فكره لما نتكلم كوره وفنيات وكل حاجه، الموقفين الموقف بتاع المنتخب من اسهل المواقف، وموقف النادي الاهلي انا بشوف اللي هو مش موقف صعب خالص، لان انت فريق كبير. موقف الترجي كان اصعب من موقف النجم. برافو عليك. من موقف اللي احنا فيه كان لازم تروح تكسب بره الارض. أيوة. طب لو عايز تكسب جوه ارضك بالظبط، موقف اسهل بكتير من موقف ترجي. فرصه فوق كمان منتخب، انا شايف اللي دي اكتر فرصه اللي احنا نوصل فيها كاس عالم. احنا لو لا قدر الله حصل حاجه، الشعب هيهمد واحنا هنهمد، ويعلم بعد كده السنين الجايه في التصفيات دي هنعمل ايه. فدي فرصه كويسه، لازم الناس تفهم. هتفرق معانا كلنا كلنا. ايوه صح، في كل حاجه هتفرق معانا على مستوى الاعلام، وهتفرق معانا على مستوى السياحه، كل السياحه. احنا بقى كده بنطلع على روسيا بقى على طول. بس هو الوحيد اللي ممكن يزعل شويه كابتن مجدي عبد الغني. طيب هرجع بيكم الملف النادي الاهلي تاني، ولان مهم جدا اسمع منكم. انتوا قعدتوا وقت في النادي الاهلي، وقت فيه بطولات، فيه انجازات، فيه نجاحات كبيره، فيه جماهير بتحضر. اتعلمت ايه يا سمير في الوقت اللي انت كنت موجود فيه من النادي الاهلي؟ بص، هو طبعا ميزة النادي الاهلي ان اي لعيب بيجي من بره بيخش بيتطبع بطبع الناس اللي جوه، باللعيبه اللي جوه. انا مجرد ما دخلت الغرفه ولقيت اللعيبه، ما خدتش بالظبط يومين اول واحد جالي الراجل الطيب ده بجد والله قال لي انت مالك في ايه، ما تفك كده في ايه. كنت مخضوض؟ طبعا خضه. انت داخل، انا دخلت النادي الاهلي كنتوا انتوا لسه جايين كلكم من امم افريقيا 2008 واخدين بطوله كاس مصر. بطوله امم افريقيا 2008 كاس مصر. بطوله افريقيا. فداخل لقيت 13 14 لعيب منتخب مصر انا متواجد معاهم. فلا خضه كبيره. بوتريكا والحضري وين طبعا كابتن. فلا الموضوع كان مختلف، بس فجاه يعني هي ميزه اي لعيب بقى ان هو يعرف يخش ازاي وسط الناس دي بسرعه. لان لو قعد فتره مخضوض مش هيعرف يطلع اللي عنده حتى في الملعب. حتى المخضوض تلاقي اللعيبه الكبيره بتحتضنه يومين على طول. كابتن عماد النحاس اول واحد استقبلني من وانا داخل على البوابه، ودخلنا الاوضه وعرفنا باللعيبه وقعدنا، والامور كانت ماشيه كويس قوي. وانا كنت حتى حاسس ان انا ما دخلتش مكان غريب او داخل مبسوط، ودي يعني بتديك حافز كمان كبير. الناس تقابلك استقبال كويس، وبتنزل التمرين تطلع اللي عندك كله. فلا الوضع في النادي الاهلي لاي لعيب بيدخل النادي الاهلي، الميزه ان هو يعرف يمسك في الفرصه انك ازاي تحط رجليك في الملعب وما تخرجش من النادي الاهلي. ده كلام مهم جدا. اينو، رغم ان انت لعبت في نادي الزمالك وكان ليك قصص، لكن رحت النادي الاهلي دايما بشوفك حتى على مستوى تصريحاتك والبرامج اللي انت بتدين بالوفاء للنادي الاهلي طول الوقت. اتعلمت ايه انت كمان في الوقت اللي انت كنت موجود فيه داخل النادي الاهلي؟ لا انا اتعلمت كل حاجه طبعا. اصل انا كمان اللي حصل مع سمير انا حصل معايا نفس الشيء برضو يعني. بس يعني هو اللي يفرق اللي انا برضو جاي من نادي كبير نادي الزمالك. انت جيت قبليه بسنه. بسنه صح. انا جيت قبله بسنه برضو نفس الحكايه، كنت جاي برضو. انت جيت في السنه اللي واخدين الست بطولات فيها. انا جاي خمس بطولات. فانا جاي برضو في وضع. ساعتها كلمت كابتن طارق سعيد عشان كان هو معايا في النادي زمان، فقلت له الوضع ايه يا ريفالدو؟ انت عارف يا ريفالدو انا لسه جديد. قال لي تعالى، انا برضو نفس ايه عارف بتسلم بعض. قال لي تعالى انا كنت زيك ومفيش حاجه. دخلت زي ما سمير قال اول يوم، يعني عشان انا كنت في 2006 كنت في المنتخب. فاكتريه اللعيبه كانوا معايا في المنتخب وكنا اصحاب، بس في ناس اللي انا ما كانوش في المنتخب ايه يعني فاهم، اول مره بتسلم عليهم وتشوفهم، بس كلنا طبعا عارفين بعض. مع اول
تمرينه نزلت تاني تمرينه زي ما سمير قال خلاص انت بتحس ان انت بقى في بيتك خلاص ما فيش. بعدها كان فاضل حوالي 4 أيام أو 5 أيام ولعبنا ماتش السوبر بتاع الاسماعيلي اللي تعادلنا وكسبنا بالإناث اول بطوله ليا بعد اول 4 5 اول اسبوع في النادي الاهلي بطوله خلاص بقى انت رجلك اتحطت لازم احكي لك موقف رجلك اتحطت 14 بطوله ولا 13 سمير عايز يحكي موقف اتفضل يا انا طبعا اول ما جيت اروح النادي الاهلي طبعا فرحان ومبسوط واللعيبه اللي انا بشوفها في التلفزيون انا واحد معاهم فكان بعد اول تمرينتين هنلعب ماتش الكاس في اسيوط كنا رايحين بالقطر فكنا في كبيده اضطربت في الماتش ده وخسرنا كبنتين جنب بعض عاشور وايده وشديد وصديق وانا كان لعيبه كتير فجاه الراجل بتاع القطر مشغل ما اعرفش اف ام ولا مشغل ايه واغاني شعبيه شغاله فجاه لقيت الرجاله قالت ما انت بتعرفهم قاعده بترقص ما كانش لسه كان لسه منضم جديد فلسه قاعده وانا قاعد بص انا مش مصدق واللب بقى ورقص وماسك المايك بقى ايده رحنا اتغلبنا خرجنا من كاس مصر وانا اتطرقت يومين قافل موبايلي مخضوض مش مصدق كان لسه جديد بس ما كانش واخد لسه على الاجواء بس بعد كده لما انضم بقى للشله لا بس انتوا كنتوا مالكمش حل بس الوحيد اللي كان بيعمل الجلاشه معاكوا صح بركات بركات كان يعمل الكوارع وكابتن حسام يبص له ويروح عامل كده لا ده ملوش حل يروح لا لا بركات فاكر اينو انت وسمير واحمد عادل واحمد صديق وكان معاكوا حسام عاشور وجديد في ناقص واحد محمد سمير وسمير والشناوي والجون والشناوي والجون هو موجود دلوقتي كنتوا صعب كنتوا بتعملوا في الكواليس مع بعض اينو بصراحه طب انا خليني انا هحكي لك على حاجه خليه هو يحكي الموقف اللي لسه حكيه فوق ايه بتاع قبل الهوا بتاع لما خضوني ايه اللي حصل يا سمير كنا برضه في معسكر كنا في معسكر مش فاكر كنا مسافرين فين احمد السيد كان جايب وش كده ماسك فاحمد عادل عشان كان اطول واحد كنا بورسعيد لبسناه الوش فدخلنا الاوضه عند عاشور وايلو هم عارفين طبعا ان انا فايلو جبان جدا فطفينا الانوار فقعد هو وعاشور يتحايلوا على بعض مين يقوم يفتح النور والنور جنب الحمام واحمد عادل في الحمام والباسك كله وشه دب فيلو فيل لما ايله قايم لسه بيحط ايده على كرسي اللي هو راح حد بيمسكني الاوضه كحلي وانا قايم انا قايم بكل ثقه بقى المصيبه اللي هو قعد يصوت لحد ما نط على السرير وقعد ربع ساعه يصوت اقسم بالله انا قعدت ربع ساعه حاسس ان انا ملبوس في عفريت ودول قاعدين يضحكوا والفرقه كلها عماله تضحك وانا مش قادر ربع ساعه والنور النور نور وانا برضو عمال اعيط حسين ياسر محمد لما اتعمل فيه وقع على السرير لا كانوا احمد جايب وش شكله وحش لا احلى حاجه كان وقت الضحك ضحك بصراحة والتركيز تركيز والتنشنه بصراحه والمقالب اللي كنتوا بتعملوها وانت عارف هي دي الحلاوه بتاعت البطوله احلى اجواء دي مش اجواء المعسكرات خاصه ان انت لما بتفنشها بقى ان انت بتلعب بطوله خدت بطوله بقى وراجع مبسوط يعني احنا يوم ما خدنا بطوله القطن شوف كنا راجعين في الطياره عاملين ازاي ماتش القطن ده احنا هرجنا تهريج في البعثه في الاربع ايام وفاكر الاونو فاكر لعبه الاونو وائل جمعه واللعب واحمد بلال وكابتن احمد حسن عمري ما هنسى اقسم بالله كان الحاجه الوحيده اللي دخلت لقيت اينو جايب اونو تانيه مخبيها وعمال يكسب في احمد حسن واحمد مش عارف بيقول لي قال لي يا ابني انت ايه كميه الورق ده الكوتشينه دي وانا جايب واحده تانيه مخليها وائل جمعه يضحك وقعدت انا هقول على الهوا بقى بصراحه وانا اطلع ورق من هنا حسن قال لهم كل واحد كام دولار احنا خدنا كل واحد حوالي 6-7000 جنيه 7000 مصري قال لك لو خدوا البطوله ما سابوش احمد حسن غير لما دفعوه ده اللي انا فاكره وقعدنا نشيله ونحطه السبع لعيبه والله لا الموقف احنا هرجنا تهريج في ورايحين نهائي يعني انت رايح نهائي بس ده بقى زي ما انت بتقول يا كابتن شادي ده الفرق بقى اللي انت امتى بتهزر وامتى وقت الجد لا التمرين تمرين لا وفي حب طبعا معايا حاجه صغيره كده من المعسكرات معانا حاجه صغيره كده من معسكر المانيا نروح نشوف معاكم يلا بينا احنا شايفين دلوقتي الماتش شغال دلوقتي بين الكابتن محمد بركات وكابتن احمد صديق كابتن الفرقه طبعا النهارده ضد محمد سمير وكابتن حسام عاشور بس انا شايف طبعا العب مع مين مع البلازي ده انت شبه المضرب العب معاك ازاي التحدي الجاي في تنس الطاوله بين الكابتن محمد بركات وكابتن اينو معانا الكابتن عبد الله المنضم حديثا من نادي الشرطه كابتن عبد الله فاروق شاركت النهارده بصفه يعني مش اساسيه قوي بس لعبت الشوط الثاني وشاركت
احساسك ايه وانت نازل الماتش النهارده وعايز تثبت للجهاز الفني وكابتن حسام انك صفقه جامده والنادي الاهلي يعني على اتم الاستعداد اللي هو يتعاقد معاك لمده 30 سنه قدام؟ مبدئيا انا اصلا ابن النادي الاهلي، انا مش منتقل حديثا من شرطه رايح او شرطه عاره. ثانيا انا احساسي عادي طبيعي يعني عادي، نزلنا الماتش وربنا كرمنا وادينا كويس بس خلاص. معانا نجم مصر طبعا وبيلعب بلياردو، هو بيضحك، تعالى ما تضحكش. معانا نجم مصر كابتن هاني العجيزي اللي تألق النهارده واحرز هدف يمكن اول اهداف المباراه. هو اي نعم علينا شويه وخنقنا شويه بس كان بيلعب النهارده كويس، وعايز انا شايف هاني العجيزي والله السنه دي عايز يقول كلمه للجهاز الفني. يعني بيثبت نفسه كده للجهاز الفني وبيقول لهم انا اهو وانا جدير ان انا اكون الفرود الاساسي للنادي الاهلي. اللهم بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يكرمنا. مهمه صعبه طبعا الفتره اللي جايه، يتغير ويمشي اينو ايام ما تتنسيش. لا خالص. وسمير قال جمله جميله، احلى ما في المعسكرات اللي بتفتكر كواليسها طبعاً. وذكرياتها وروح المحبه اللي ما بيننا. كان مفيش فكره مين يلعب دي مش موجوده اساسا. وده الجميل اللي في المعسكرات. عشان كده بحاول طول الوقت كل ولاد النادي الاهلي على مدار التاريخ يبقوا موجودين معانا هنا ويحكوا ذكريات ويتكلموا في كل حاجه ونقول لهم انتوا وحشنا، انتوا كنتوا وحشنا. محمود كلمه اخيره هتقول لنا ايه النهارده والوقت جري معاكم؟ طبعا مبسوط جدا ان انا موجود يعني في قناه النادي الاهلي ومعاك بصفه خاصه، وانا مبسوط جدا ان انا طبعا شفت اينو، كانت صدفه بالنسبه لي بس مفاجاه حلوه. بس هات لنا بقى ايه تذكرتين كده اي بلد انا وكابتن شادي عشان بس مش هندفع. بتمنى طبعا من ربنا ان شاء الله اول حاجه ربنا يكرم المنتخب ان شاء الله مباراه يوم الاحد ويفرح الشعب المصري ان شاء الله، ويكون مباراه مكسبها يكون بنسبه 80% وصلنا كاس عالم ان شاء الله. بتمنى تاني حاجه ان شاء الله ان مباراه النادي الاهلي العوده للنجم، مباراه النجم يكون الجمهور فيها مالي الاستاد، يدي دفعه قويه للعيبه، لان دي بتفرق جدا مع اللعيب لما ينزل يلاقي الاستاد مقفول. اكيد طبعا بيبقى المنظر كويس جدا واللعيب بيبقى عنده ثقه غير عاديه، ويطلعوا ان شاء الله بالمكسب وان شاء الله نوصل نهائي باذن الله في بطوله افريقيا ويكون من نصيب النادي الاهلي، ويكون الشعب يعني يكون فرحان بسبب المباراتين دول ان شاء الله. يا رب. اينو هتقول ايه في الاخر؟ اتفضل. طبعا انا في البدايه سعيد، في النهايه يعني سعيد ان انا موجود معاك كابتن شادي، وسعيد ان انا موجود في بيتي. يعني طبعا انا مش غريب على قناه النادي الاهلي، ويمكن زي ما سمير قال عايزين نفرح الشهر ده زي ما قلنا ان شاء الله. بتمنى التوفيق يوم الاحد للمنتخب ان شاء الله. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي ولجمهوره، وجمهوره اللي هو وحشني والله، وان شاء الله لو انا قاعد قبل ما اسافر ربنا يكرم لو قاعد هحضر مباراه النادي الاهلي عشان وحشني صوت النادي الاهلي وحشني المدرجات. وهي انا وعدتكم بحاجه، انا هجمعكم ونروح مع بعض لو تبقى حاجه كويسه، نحاول نكلم كل اللعيبه نتواصل معاهم وسامي جدا بصوا هنحاسب عليه هنحاسب عليه مع بعض كلنا. لا بجد الواحد وحش، وفعلا يعني جمهور النادي الاهلي وهو في المدرجات كان بتبقى حاجه فعلا زي ما بيقولوا مش كلام كده والله، مش عشان في التلفزيون، فعلا بيحرك يعني بيحرك الصخر فعلا. فبقول لهم وحشتوني، وانا سعيد ان انا موجود معاك وسعيد ان انا شفت سمير النهارده، وبتمنى لك التوفيق وبتمنى للشعب المصري كله التوفيق، وعايزين نفرح بس الفتره الجايه ان شاء الله. شرفتوني ونورتوني، انتوا اصحاب جدعان وفعلا مش كلام على الشاشه، بحاول على قد ما اقدر طول الوقت كل نجوم النادي الاهلي تبقوا موجودين معايا، وخصوصا كمان الناس اللي لعبت معاك في جيلك اللي بتحبك وبتحبهم وبتحترمهم. انا اتشرفت بيكم طول الوقت وهفضل اتشرف بيكم، لان انتوا ولاد بلد جدعان زي ما انا بقول، وده اهم حاجه. شرفتوني نورتوني النهارده، وان شاء الله نكرر الحوار مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. دي كانت فقرتنا الاولى مع اثنين نجوم من نجوم النادي الاهلي، كابتن محمود سمير وكابتن معتز اينو. نروح نشوف تقرير كده عن منتخبنا الوطني، وبعدها استقبل الاستاذ عبد الشافي صادق وكمان الاستاذ عمرو كمان. برحب بحضراتكم من جديد، ودي فقرتنا الاخيره لما بنناقش قضايا. عندنا موضوعات مهمه جدا جدا
بنفضل يبقى موجود معانا بعض النقاد الرياضيين المحترمين رأيهم حر بيقولوا كلمة الحق كما عهدنا مع حضراتكم. خلونا نرحب بالاستاذ عبد الشافي صادق مدير تحرير الاهرام الرياضي. استاذ عبد الشافي برحب بحضرتك. كابتن شادي اهلا بيك وكل سنه وانت طيب. وانت طيب وحشني. عاشورة ولا لسه؟ وانت وحشني. وكمان انا بحيي حضرتك اول مره تظهر معايا في معاك. طبعا انا ده شرف ليا ان انا مع نجم كبير شال كؤوس النادي الاهلي ومنتخب مصر، فده شرف ليا. وانا كمان بتشرف بوجود حضرتك معانا مع الكاتب الصحفي المتميز صاحب كلمة الحق دايما معانا ومع غيرنا الأستاذ عمرو كمال، برحب بيك. أهلا بيك يا كابتن شادي، لي الشرف أكون مع حضرتك ومع الأستاذ عبد الشافي أستاذنا والناس اللي استقبلتنا في الأهرام الرياضي أول ما ابتدينا والله. لا 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 كتير عليا يا أستاذ عمرو. راجل صعيدي ومحترم. الله يخليك. وأستاذ كبير. الله يخليك. طيب عايز أتكلم مع حضراتكم في البداية، خلونا كلنا وراء علم منتخبنا، حلم المصريين كلهم منتخب مصر. وانا حتى في الفقره اللي قبل كده وفي البدايه خلاص ما ينفعش نتكلم في اي حاجه، كلنا ورا منتخبنا بايجابياته وبسلبياته، وده الطبيعي اللي يحصل في توقيت عشان الحلم يتحقق ان شاء الله. استاذ عبد الشافي، هو منتخب مصر كل المصريين بيدعوا له، كل المصريين بيصلوا من اجل منتخب مصر، كل المصريين منتظرين ان منتخب مصر يكون في كاس العالم في روسيا. الفرصه قريبة جدا، منتخب مصر تصدر مجموعته، قدامه مباراة مع الكونغو يسبقها هلال الصعود. وأرد على حضرتك إيه هلال الصعود؟ هلال الصعود اللي هي مباراة أوغندا وغانا، وده لو طلق الهلال فيها وإن أوغندا خسرت يبقى رسميا بعد الفوز على الكونغو مصر وصلت المونديال روسيا، ويبقى سادس دولة بعد الدول اللي صعدت لمونديال روسيا منها السعودية واليابان غير روسيا وبقية الدول اللي صعدوا. فانا شايف ان احنا كل المصريين يتوحدوا. يمكن الراجل كوبر طلع اتكلم وقال انا الضغط مرتفع وباخد ادويه الضغط بسبب الموضوع ده، فبقول له لا خد ادويه الضغط واستمر، المصريين وراك، عندك لعيبه مقاتلين هيقدروا يحققوا الحلم، لكن مش هتصعدوا الا باقدامكم يعني. وبعدين مش عاوز ننتقد حتى طريقه كوبر، العب لصلاح وما تلعبش لصلاح، احنا عايزين 11 مقاتل عشان يقدروا يكسبوا الكونغو. يمكن الراجل سباستيان اللي هو المدير الفني للكونغو قال يعني التصريحات اعتبرها هو بالنسبه له هو شايفها كويسه، بس انا شايفها رافعه الريال البيضاء. هو قال انا رايح مسافر للقاهره، واصل الجمعه يعني، فانا مسافر للقاهره لاصدر الاحباط للمصريين. انا بقوله لا، بيقول كده دايما اقول واعلم الناس. أيوة. اي مدير فني يقول كده تعرف اللي هو مرعوب وخايف وعارف ان القدرات اللي قدامه اقوى منه بكتير. سباستيان ده اللي تولى المهمه. وعلى فكره كل نتائجه مع منتخب الكونغو هو عنده نقطه واحده يعني، اتغلب ما عدا حاجه واحده بس عملها، هي التعادل مع غانا في الطلقه الاولى للتصفيات. فانا مش خايف من سباستيان، مش خايف من لعيبه الكونغو، انا اثق في منتخب مصر وكمان جمهور مصر. بس عاوز اقول كمان لاتحاد كره القدم، انتوا طبعتوا 50,000 تذكره، فين راحوا؟ وليه المصريين قاعدين عاملين مفترشين الشارع بيدوروا على التذاكر ومش موجود؟ ليه راحت فين التذاكر دي؟ وبعدين لازم يردوا، يطلعوا يردوا على الاشاعات ان في اثنين من اعضاء مجلس اداره، عضو مجلس سابق وعضو مجلس حالي، خدوا عدد كبير من التذاكر. وليه كمان العميد ثروت سويلم حسب الاشاعات وعاوز يطلع يرد على الناس ويقول لهم ان خد التذاكر يوزعها في دايرته في الشرقيه؟ دي مش موضوع انتخابات، دي مصر. ده المصريين كلهم ال 104 مليون لو الملعب شيلهم هيروحوا يشجعوا منتخب مصر. مش عشان انت دايرتك ولا مش دايرتك، المصريين بيحبوا بلدهم وبنفسهم يشوفوا منتخبهم. احنا مش هنتكلم على اخطاء منتخب مصر، مش هنتكلم على القدرات الموجوده، وكنت اتمنى ان يكون كامل العدد وما فيش الاصابات الموجوده، عبد الله السعيد ولا كهربا ولا الناس المصابين وما لحقوش يلعبوا في المنتخب، وده يمكن عمل ازعاج للمدير الفني. فانا شايف ان لعيبه منتخب مصر هم الطاقه وهم الانجاز اللي هيتحقق باقدامهم، والفوز على الكونغو انا شايف ممكن نعمل احتفاليه اهداف على الكونغو. استاذ عمرو اسمع منك كلمه عن منتخبنا، وزي ما قلت في البدايه قبل ما اسال الاستاذ عبد الشافي، حلمنا نفسنا خلاص عدى عمر كبير جدا عشان نروح كاس العالم، ما فيش قدامنا غير نساند بكل قوه وما نتكلمش في اي سلبيات، وده الطبيعي، ونهيئ الاجواء الصحيه لمنتخبنا الوطن. طيب شوف حضرتك، للاسف مش كلنا
مش كل المصريين مجتمعين على ان المنتخب يصل الى روسيا 2018. يعني في نسب بتتمنى ان المنتخب يخفق ولا يصل. تمام. في نسب بتتحدث بما ليس في صدورها. بس اكيد قله. ما قله ولكنها مؤثره. والمشكله ان هم قله تجدها في الاعلام، قله تجدها متصدرين مشاهد بسبب ان هم يبحثوا عن مصالح شخصيه ومصالح انتخابات ومشاهد. الى جانب ايضا ان الصحافه حضرتك بتقول يعني برضو مش عايزين نتكلم في سلبيات، زي ما نكون بنقول للراجل طب بص العب بس ها. فده الضغط اللي هو بيتكلم عليه والاستاذ عبد الشافي قال عليه. لا احنا ما بنديلهوش اريحيه بشكل كبير. احنا خلينا احنا يعني عشان انا بتكلم على سلبيات ما بحبش اقعد انا في الايجابي والناس هي اللي وحشه. احنا اول ما بتلاقي في مؤتمر او في مباراه او ما شابه الراجل فاز بتلاقي كلام حلو قوي وبنط احمر و36 وتمام التمام. الراجل خسر بتلاقي يتم تقطيعه بشكل كبير جدا. انا شفت على وجهه في اوغندا لما خسرنا هناك 1-0 يعني اضطراب وقلق رهيب بعد ما خسر. ليه؟ بسبب ان للاسف الصحافه الرياضيه مش الغالبيه عاملين زي او التحليلات دلوقتي والبرامج عاملين زي اليويو. لعب حلو هوبا يلا خش في اليمين. الشوط الثاني بين الشوطين لعب مش عارف ايه تلاقيه دخل في الشمال. خلص الماتش فايز تلاقيه دخل في اليمين تاني. فده بيعمل بلبله للمشاهد اللي هو بقى يفهم اكتر من الاعلامي والصحفي. هم مركزين، هم بيلعبوا. عجبني جدا ان الاستاذ شافي بيقول الجمهور، الجمهور عليه عامل لا يقل عن 80% عشان يشحن اللعيبه ويفهمهم ان هو مطلوب حلم تحقيق 104 103 مليون و900 الف ومش عارف ايه، لان في النسبه الثانيه دي اللي انا مش متخيل هم دول مش مصريين. اللعيبه اللي بتيجي من انديتها ومحترفين من بره ومش خايفين من اصابات زي المنتخبات بتاعت شمال افريقيا او افريقيا السمراء دول لازم ايوه حلو جدا وفاهمين، لازم يشحنوا ويتفهموا جامد جدا الناس اللي في المحل عايزين ايه، والناس اللي في الاقصر بلد الراجل الطيب ده عايزين ايه، والناس اللي في حلايب وشلاتين عايزين ايه، والناس اللي في مرسى مطروح عايزين ايه، والناس اللي لازم الفيديوهات اللي هم بيعملوها لهم دي حلم شعب بالظبط. حلم شعب لازم ان هو نقف وراه. ومشكلتنا برضو في الشركات التجاريه اللي قاعده كل واحد عايز يفت ويعجن في ما تتكلمش وما تعملش، بتدي كده حاله من ان انت خلاص انت في روسيا. لا لسه في مباراه خطر جدا بتاعت الكونغو دي، منتخب ملوش اي ضغوطات نفسيه جاي يلعب عليك ان هو يستعرض في فاترينه مصر. يا اما ان انت تعرف تروض الحيوان اللي جاي من الغابه ده، يعني هو في سناجب احنا مش بنعمل منهم، سناجب سلاحف افيال النمور جاي يستعرض عليك جاي يخربشك، انت ازاي تاقلم له اظافره وتحقق نتيجه زي ما الاستاذ شافي بيقول لك تبقى صح. وغانا بقى اوغندا على جنب، انت تاخد سكتك وتطلع على 250 كيلو كده ومالكش دعوه بالتانيين. ربنا ان شاء الله يكرمنا وما يحصلش اصابات في المعسكر في الفتره اللي موجوده. استاذ عبد الشافي اثار نقطه مهمه جدا بالنسبه لي، قصه التذاكر. البعض صعبان عليه يقول لما بنلاقي حاجه جميله وحاجه محترمه زي السيستم اللي داخل النادي الاهلي اللي بيخص التكنولوجيا الحديثه اللي هي ده موجود في روبر موجوده شاب. من زمان اصلا ما اخترعناش العجله يعني. معلش النادي الاهلي عمل حاجه زي كده، في ناس مستكتره تقول النادي الاهلي عمل الخطوه دي صح. النادي على فكره يا كابتن شادي ان الاشاعات انا لازم حد يطلع يرد عليها. هل العميد ثروت سويلم خد بالفعل تذاكر عشان يوزعها في دايرته؟ بنحاول نجيبه ما دام الاستاذ عشان ده الكلام اسمه بقى نحاول نجيبه. رايي وراي الاخر يا جماعه ان في احد مراكز المنوفيه دلوقتي بقى فيه بقى فيه كده ان انت تروح ب 250 جنيه على التذكره ام 75. شركات سياحيه فاتحه ده باتوبيسات. ما دام في شركات سياحيه فاتحه ده باتوبيسات يبقى خدت عدد كبير لوكشت تذاكر. منين؟ بتتكلم في 50,000 تذكره يعني. يعني هو مع كامل التقدير والاحترام. لا انا مش بتهمه على فكره، انا بقول ده بيتردد.
وده اللي بيتقال زي ما اتقال ان عضو مجلس الاداره برضه خد مجموعه من التذاكر. التذاكر دي معموله لاعضاء مجلس الاداره ولا الجمهور المصري؟ المصريين بيحبوا بلدهم. انا بقول لك يا كابتن شادي ملعب برج العرب لو يشيل ال 104 مليون هيروح تمام، لان ما حدش يقدر يزايد على حب المصريين لبلدهم. تمام. ده اعظم شعب في العالم. طب عشان نقفل قصه انه خلاص اتكلمتوا على المنتخب عشان عندي موضوعات كتير، قصه التذاكر عايز تقول في حاجه يا استاذ عم؟ التذاكر انا يعني الناس دي يعني مظلومه اللي هم اعضاء مجلس اداره والمسؤولين وكده. ليه مظلومه؟ لان هم مش عارفين يحيدوا ضميرهم. تحت ايديهم كنز، بس هم مش بس هم لازم يفهموا ان هو عمل تطوعي، ان هو لو انا مسؤول ضخم في الاتحاد وابن الراجل ده عايز يروح، ابني ما يفرقش عن ابنه. التذكره تتحط في حته والاثنين يروحوا ياخدوها بطرق شرعيه. ما ينفعش ان بقول لك ايه، انا عايز تذكره. ما هو ابنك هيروح يقول لك بابا عضو مجلس اداره وهتسيبني اقف في الطابور. لازم انت لازم انت تديني اصلا. الماتش ده مش اللي هو 90 دقيقه. الماتش ده تحسس الولد اللي في اعداديه وثانوي وفي جامعه ان كله سياسيه. ايه ده مصر؟ بص العداله فيها ازاي. من تذكره مباراه توصل للشاب ان مفيش حد فوق حد. هي دي يا استاذ عمرو الحل اللي قاله الكابتن شادي. الكابتن شادي قال لك زي ما موجود في اوروبا، انت من خلال السيستم ما الاهلي عامل السيستم ده وطلعوا انتقدوه، قال لك هو لسه في جماهير موجوده. طب ما هو الجماهير لا والزمالك على فكره عامل نظام السيستم. يا كابتن شادي بيقص الشريط والاخرين بيشوفوا نجح في سلبيات، بعد كده بيروحوا واخدين الكتالوج بيطبقوه بالحرف. اهلي اتحاد كوره، زمالك، اتحادات تانيه بيعملوا ده على طول. يعني قبل ما اروح لقصه النادي الاهلي، لان ليا سؤال فيها مهم جدا لحضراتكم، بس عايز احكي واقعه سريعه جدا. في كان معايا تذاكر في المباراه اللي فاتت وانا رايح على استاد برج العرب. جايبها من النادي. اولا انا ما حدش يقدر يشكك، اطلع الكارنيه بتاع العضو باخد تذكرتين. تذاكرنا الاهلي وكان اشتريت لزمايلي بعض التذاكر، كان في الوقت الطرح تذاكر تاني، فجبت خمس ست تذاكر، فبقوا زمايلي اعتذروا لي في اخر وقت فروحت المباراه. وانا رايح شفت حد بيدي سوق سودا. ايوه ده هي ثمنها 50 جنيه كان بيبيعها ب 150. دي حقيقه. ورحت اما شفت الموقف ففي واحد شاور لي كده وانا داخل من بره من عند الاستاد، فقال لي معاك تذاكر، قلت له انت كام واحد؟ قال لي خمسه، قلت له خلاص نصيبك، رحت جاي مديهم. انا اقصد من هنا من الحكايه مش اللي انا بطل، اقصد الاستغلال لما التذاكر حاجه الناس. الله ينور عليك، طالما بره السيستم هتعمل سوق سودا. الله ينور عليك، ودي الخلاصه. ودي الخلاصه من الاخر، منافذ يعني. منافذ ولا ما انا بقول لك اصحاب المنافذ يقفلوها على طول كده يا كابتن شادي. اصحاب المنافذ هم اصحاب المنافع. في سيستم اتعمل في العالم، بحجز وانا في بيتي. هتروح للي يستحقها. هتروح. انا ليا اصحاب بيروحوا يحضروا ماتشات ريال مدريد وبرشلونه او ريال مدريد مع بايرن ميونخ مثلا، بيحجز من هنا تذكرته وبيسافر يلاقي مكانه موجود. لا احنا خلينا بس نتعامل صح، يبقى كل واحد ياخد حقه في البلد. هنتعلم ان شاء الله. ان شاء الله هنتعلم. استاذ شوقي عبد الشافي انا اسف، عايز اتكلم بقى على النادي الاهلي والنتيجه 2-1. افضل نتيجه طبعا. انا ما كنتش اتمنى ان الاهلي يتغلب، بس انا شايف ان هي نتيجه طيبه للنادي الاهلي ونتيجه غير طيبه للنجم الساحلي. دي واحد. الحاجه الثانيه، هو خطا دفاعي كانت نتيجته هدف دخل في اللي هو المدافع امين عمر ده، على فكره ما كانش هيلعب الماتش ده، كان مصاب وبيتعالج وكان احتمالات كبيره جدا انه ما يلعبش الماتش، لكن المدرب بتاعه جازف بيه ونزله لغايه ما جاب هدف واعتبروه البطل. ولي اصدقاء كتير في تونس حتى سوسه انا كنت هناك يعني. فاللي عاوز اقوله النتيجه طيبه للنادي الاهلي، 1-0 صعده، تعادل التعادل ما صعدش، 1-0 صعده. كمان النادي الاهلي عنده اوراق افضل على الرغم من غياب عبد الله السعيد عشان اصابه مش كده، احمد فتحي عشان انذار، لكن الاهلي عنده يلعب بمن حضر. فالنادي الاهلي فرصته اكبر. النادي الاهلي انا توقعاتي وممكن كنت توقعات مش صحيحه، لان كره القدم ملهاش منطق، ملهاش كبير، لها حاجات لوحدها. توقع الاهلي هيلعب في النهائي وهيكون نهائي مع الوداد. ممكن اشقائنا في الجزائر يزعلوا زي امبارح برضو لاموني اشقائنا في الجزائر، اصحاب الجزائريين الصحفيين، وقالوا لي اشمعني بتقول الوداد؟ فانا قلت لهم القياس ان الوداد اتعادل مع اتحاد العاصمه في الجزائر. قالوا ما هو التعادل ممكن المكس صالح الاتحاد العاصمه. فقلت لهم سي، بس الطرف الاخر هيبقى النادي الاهلي. وهم فنيا يعني طبعا انا بتمنى النجم الساحلي، لكن فنيا الوداد مازيمبي ولا اتحاد العاصمه؟
لا اتحاد العاصمه كان بيلعب مع الوداد. مع الوداد كان مع اتحاد العاصمه. فنيا في المباراه لما شفناها اللي انت تجيب تعادل من خارج ارضك انت لازم تستغل ملعبك وجمهورك. لا هم في ملعبهم حاجه ثانيه. ما انا حضرت لهم ماتشات برضو في ملعبهم في الدار البيضاء. فاللي انا عاوز اقوله الاهلي عنده من الاوراق يقدر يعوض بها ويقدر بدليل النادي الاهلي لما دخل فيه هدف قدر يعوض وقدر يلعب مباراه رائعه. النادي الاهلي النجم الساحلي عنده بعض الاوراق. كان نعترف انه في الباك اليمين والباك الشمال اللي هو ما اعرفش الزلقان حاجه زي كده وصانع اللعب اللي عنده، لكن الاهلي عنده اوراق كتير يلعب بيها، عنده خط وسط رائع، عنده مهاجمين رائعين، عنده ورقه مهمه، عنده اوراق مهمه، عنده ورقه مهمه جدا الجمهور والجمهور رقم واحد واللي بيديك الروح واللي بيرعب اي فريق فشكلها وده كل المصريين ينتظروه على النادي الاهلي بيلعب باسم مصر على فكره. ان التاج الافريقي ينتظر النادي الاهلي وهيمثل كاس مصر في كاس العالم في الامارات العربيه المتحده. فما فيش قلق على النادي الاهلي. النادي الاهلي ماشي صح. كابتن حسام البدري اللي البعض مش عاجبهم بقول لهم بيدير تكتيكيا المباراه بمستوى عالي جدا. اللي مش عاجبهم ان هو يكسب الترجي وانه يكون مضغوط في الشوط الاول من الترجي، ده كان جزء من التكتيك، ده كان جزء من الخطه. راهن على ازارو وقال هو اتكلم دافع عن ازارو، ازارو تكتيكيا في الملعب بينفذ اللي عايزه الكابتن حسام البدري. ما بيجيبش اجوان وبيضيع اجوان، لكن ازارو بينفذ خطه الكابتن حسام البدري تكتيكيا هو شايفه صح. كمان ان الاول مره اشوف كمان الكابتن حسام البدري بيعمل تكتيك بالتنويع في اللعب في المباراه الواحده، اني يعني بشغل احمد فتحي ومعلول من ناحيه الشمال، عندي خط نص بينوع في اللعب الاختراق، بس بقدر اسحب الخصم عشان العب من خلفه، ودي اللي نجحت وخلت النادي الاهلي يتفوق على الترجي 2-1 ويقدر يتفوق على بالك. في جزئيه البعض مش واخد باله منها، المدير الفني التوفيق لما يحالفك بيبقى مهم جدا. اول ما ينزل بتنزل صالح او استاذ عمرو بيجيب هدف على طول. معنى عندك كمدير فني انا بشوف كده، مش معنى انت تنتقده لما فلان ما يلعبش، طب ما بيعمل كده ويحصل لصالح يجيب جون، فمعاك التوفيق قاري المباراه صح واللاعب قاعد شايف ونزل نزل حاله تركيز. خلي بالك عشان اسمع كلام حضرتك برضو بالنسبه لنتيجه النادي الاهلي وهل هي مطمئنه ولا في صالح النادي الاهلي ولا لا، بس الاهم بالنسبه لي الاصرار والعزيمه اللي صالح في اللعبه، كمان الضغط على الخصم، اللعب برجوله، قدر اللي هو يضغط وربنا يوفقه في الفينش كمان ويجيب هدف، وده مفعول السحر. هدف المباراه اللي جابه النادي الاهلي هو اتهزم، لكن الهدف ده من وجهه نظري انا مهم جدا ان انت تجيب هدف خارج الارض. كانت هدف تعادل. تمام. شوف حضرتك، انا معلش يا استاذ شافي هخالف حضرتك، انا دايما وابدا بيصيبني، انا بحب يختلفوا كمان، انا عارف انت بتحب الناس تخانق. دايما وابدا بيصيبني الارق. ففريق النجم الساحلي ما خسرش في البطوله دي خالص، سواء خارج ارضه او ده على ملعبه. على ملعبه او خارج ارضه. لا وعلى ملعبه 10 فرق مصريه لعبت النجم الساحلي في ملعبه في سوسه، الملعب الاولمبي في سوسه. تمام. خسروا او تعادلوا. تمام. لا كان اخرها في هذه البطوله ماتش الزمالك. في البطوله دي يا استاذ شافي ما خسرش، يا اما تعادل بره ارضه يا اما فوز. فده بيديك مؤشرات ان انت بتلعب امام فرقه مش ترجي، فرقه اعلى. طب ايه راي حضرتك عندها بعض الاخطاء للترجي اقوى بره وجوه ما خسرش اساسا خالص وهزيمه من النادي الاهلي فقط. طب جميل الحمد لله، ده بشرة خير. عندهم اخطاء دفاعيه بعض الشيء النجم الساحلي تمام. ولكن عنده امكانيات عاليه، عنده مدير فني قوي وذكي وعنده اريحيه في اللعب، عنده امكانيات ولاعيبه دوليه، فايز جاي لك فايز، دي المؤشرات بتاعه المساله الحسابيه بتاعته. انت تيجي تحط ورقك تلاقي ان انت وقع من عندك شويه ورق شجر مهم جدا لحياه الشجره بتاعتك دي. اظن ان كابتن حسام البدري بالنسبه له العمليه حياه او موت. كابتن حسام البدري فاز ببطوله دوري رابطه الابطال وهو مدير فني 2012. ولكن البطوله دي بتمثل له شيء تاني، لانه هيخش في حسابات اخرى بالنسبه لكل الكوتشيهات اللي مسكت النادي الاهلي، الى جانب ان البطوله دي بتمثل ليه هو يعني قص شريط لحاجات تانية خلاص. اول مدير فني في مصر يكون حقق البطولتين ويبقى جايب لك كاس ويبقى جايب لك الدوري لان حتى هذه اللحظه انا سمعت احد مقدمي البرامج في قناه فضائيه
وهو بيعترف ان هو زملكاوي، فبيقول لك هم عايزين ايه من حسام البدري؟ بيفوز لك، لم لك فريق كان منهار نفسيا، محقق لك انجازات كويسه جدا، وبالرغم من كده بينتقد. هو بينتقد عشان البعض بيبقى عايز يوقع الفرقه دي. فبيروح جايب لك ايه؟ شادي محمد ده كابتن الفرقه، طب تعالوا بقى نمسكه. حسام البدري ده المدير الفني، طب تعالوا نمسكه. وبيشتغلوا عليها شغل مخابراتي. يعني عارف ترفع لهم القبعه بالرغم من سلبياتهم، ولكن بيشتغلوا عليه بتكتيك زي ما يكونوا بيلعبوا شطرنج. احنا هنوقع ده وهنضرب ده بحيث ان في المؤامره. ايه نظره المؤامره دي كلها؟ لا 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 موجوده. ده انا حاسس ان في نظره مؤامره يعني. انا معاك اللي هو حضرتك. انا معاك كابتن شاد. انا اسمعني بس يا كابتن شاد، النقطه الاولى في تصيد الاخطاء للكابتن حسام البدري، اه طبعا، وبينما لا في اكتر من لاعب واحد بياخد دوري وكاس بيتهاجمه. يا كابتن شاد دي مساله شخصيه مش عشان النادي الاهلي. الكارهين لحسام البدري بيعملوا كده، على الرغم ان حسام البدري هو احسن مدرب السنه دي مع في الكره المصريه، واخد دوري واخد كاس وعلى مشارف افريقيا، عايز منه ايه تاني؟ ويصعد كاس عالم. انا شايفه النادي الاهلي انجز على المستوى البطولات، حسام البدري انجز وقدر يقدم فريق ويصنع فريق وقدر يعمل فريق قوي يقدر يحقق بيه كل البطولات. انا مش شايف ان هو قصر مع النادي الاهلي. هو ده اللي احنا من ينتقد حسام البدري دي لاسباب شخصيه. دي يا فندم لاسباب تنافسيه مع بعض الفرق، دي حاجه، لاسباب انتخابيه مع بعض الفرق، دي حاجه، لاسباب يعني ما تجد مثلا يقول لك وهم في عز ما قاعدين في معسكر هناك يروح واحد يقول لك اصل صالح جمعه مسك في حسام البدري وعمل مش عارف ايه. دي اشاعات. لا لا ماشي ماشي، ما هو ده شائعات وما حصلش، ولكن بيقول لك العيار اللي ما بيصيبش بيدوش وبيؤثر على تركيز الفرق دي. انا معاك. زي ما احنا مثلا تلاقي ايه بعد ما كابتن حسام البدري والمهندس محمود طاهر قصوا الشريط ان هم بعد مباراه الترجي يقعدوا في تونس، الكل في كل البرامج الرياضيه ده قرار سليم جدا، ده قرار مهم جدا، ده قرار ايجابي جدا. بعد ما حصلت الخساره اصلا الفرقه قعدت هناك كتير في تونس وحسوا كده والله ده اللي هو انا بقول لحضرتك انا مش جمهور عشان كده اللي بيقولوا استاذ عمرو بنوعي الجماهير خلي بالك من ده خلي بالك من ده. ما فيش ريموت او تفتح كمبيوتر وتجيب لعمرو كمال الكلام اللي قاله 1 اكتوبر والنهارده 3 اكتوبر تلاقي ان هو بيقول يمين وهنا بيقول شمال. طب بس الناس بتفرز يا استاذ عمرو. ما هو حضرتك يعني بس انا معاك الناس عارفه كل الناس حاجه بيفرزوا وبينسوا. طيب. بس الله يخليك حتى لما تلاقي حد بيهاجم مثلا او ينتقد اداره الاهلي او ينتقد حسام بدري او فريقها بص على الشاشه وراه هتعرف بينتقد ليه. اعتقد طيب خلونا وصل. عشان وقتنا ننتقل لملفنا المهم جدا النهارده اللي فيه انفرادات هتسمعوها اوراق بس جديده. بس عفوا المباراه صعبه للغايه. انا معاك. تركيز شديد للغايه. مش هياخد الكسب وهو قاعد في البيت. الاعلام عليه الاعلام بالذات الفضائي والالكتروني يخف شويه وما يقعدش بقى الناس تروح قايله لا الاهلي هيفوز 3-1 لا 4-1 لا يسيبوهم يركزوا لان ولا انت ولا انا ولا الاستاذ شافي بنروح نحضر التمرين الكل يوم ومن اوله لاخره ممكن كام مره في الاسبوع فتجد ان كلام الناس مش بناء على معطيات سليمه فتجد ان الكلام بيشت في حتة تانية صح يتاخد الجماهير في مناطق اخرى. لا المباراه صعبه محتاجه تركيز جامد جدا معاك. محتاجه دفع جامد جدا وراهم من الجمهور محتاجه من مجلس الاداره محتاجه من اعضاء الجمعيه العموميه محتاجه من الناس شويه زي ما كله قاعد يقول لك الاهلي فوق الجميع الاهلي فوق الجميع الاهلي فوق الجميع يوقفوا شويه الانتخابات اللي احنا كنا وقبل ما نخش صحافه واحنا بنقرا جرايد كده يقول لك الاهلي ما بيخشش عمليات انتخابيه الا لما يقول لك فتح باب الترشح. لا انا شايف اللي ناس يعني عفوا بين قوسين بتحب نفسها اكتر من الكيان دلوقتي. طيب انتقل لملف مهم جدا جدا بالنسبه لي وانا قلت لما بتكلم في موضوع وقضيه كبيره ما بسيبهاش. معانا ما ربنا بيكرم ما في ناس بتحب كلمه الحق وفي ناس بتقاتل على الحق. احيانا بيبقى في ضلمه موجوده لكن عمر الضلمه ما هتنتصر. طيب الورق ده معانا والجميل كمان النهارده فاجئني اول ما دخل لقيته جايب ورق بقول ايه دوت عشان اتابع الموضوع لقيت الاستاذ عبد الشافي بيقول لي ده ورق عن اللجنه الاولمبيه. انا السؤال الاولاني اللي عايز اساله اعتراض من اللجنه الاولمبيه على بعض اعضاء اللجنه الاولمبيه على موقف النادي الاهلي وقال موقف الاهلي سليم قال لك احنا ما عملناش اللائحه
رقم 3 والخطير، عرضنا هنا ملف خطير في شراكه ما بين رئيس الاتحاد السباحه ورئيس الاتحاد ورئيس اللجنه الاولمبيه، ولا كانك قلت حاجه. ودن من دين ودن من عجين، ويجي عند النادي الاهلي ولا يخاطبه بفاكس ولا يبعت له ولا يقول ولا يقول له حاجه، ويخاطبه عن البرامج اللي ريحتها مش نظيفه. عايز تقول ايه؟ اتفضل. طيب خلينا نتكلم على دايما احنا بيصدروا للناس في المشهد من الوزير للغفير، المسؤول عن الرياضه في مصر بيصدروا في المشهد للناس الترويع والتخويف والارهاب للناس، وان مصر هتتعاقب وان مش عارف ايه، والميثاق الاولمبي كلمه كبيره جدا يا كابتن شادي. واحنا بنعمل بالميثاق الاولمبي؟ استنى بس خلينا نرد عليه. اتفضل. الميثاق الاولمبي اللي اتعمل بعد تجديده يوم 11 سبتمبر 2000 وصادر من اللجنه الاولمبيه الدوليه، خلينا نتكلم هيكشف عوار الرياضه اللي عندنا موجوده في مصر. اول حاجه في الميثاق الاولمبي حاجه اسمها القسم الاولمبي. انا هقول فقره منه، والقسم الاولمبي ده ليه عقوبه، اللي ما بيعملش بيه بيتعاقب. اتفضل قول لنا القسم. القسم الاولمبي هقول الفقره الخاصه بالحلف مصر كما اتعهد اي عضو لجنه اولمبيه وفي الحركه الاولمبي، بيقول القسم الاولمبي مش بتاع اللعيبه. القسم الاولمبي اللي بيقوله في الملعب ده حاجه تانية. ان الروح الرياضيه والتنافس ومش عارف ايه. القسم الاولمبي بتاع المسؤول. بتاع المسؤول اللي بيجي قدام الناس ويبقى مسؤول وبيدير الحراك الاولمبي او اللجنه الاولمبيه. بيقول ايه؟ كما اتعهد باحترام كافه نصوص الميثاق الاولمبي وقرارات اللجنه الاولمبيه الدوليه، وان ابرئ نفسي من اي نفوذ سياسي او نفوذ تجاري. او اي اعتبارات عرقيه او دينيه، وان احارب كل انواع التمييز العنصري. خلينا اقف عن ابرئ نفسي من نفوذ تجاري. يعني حضرتك ده خاص بقانون تضارب المصالح. الماده 25 في الميثاق الاولمبي بتتكلم على قانون تضارب الاخلاق، القيم والاخلاق. اللي بيعاقب اي حد في منصبه الاولمبي في الحراك الاولمبي الموجود، اللجنه الاولمبيه الموجوده وعناصر اللجنه الاولمبيه، ان يستفيد من وجوده في منصبه. يستفيد من وجوده في منصبه، يعني حقق مصلحه، يعني تقبل هدايا، يعني عمل شركه، يعني استفاد من منصبه. ده عقوبته ايه؟ عقوبته الشطب والايقاف. طب أنا يعني كده الشركه الورق اللي احنا عرضناه ده لسه هنعرض حاجات ثانيه، ده ما بيتفقش مع الميثاق الاولمبي. الميثاق الاولمبي تمام ماشي. الميثاق الاولمبي بيحرم الماده 25 من القانون الخاصه بالقيم والاخلاق، ولجنه القيم والاخلاق الموجوده في اللجنه الاولمبيه الدوليه بتحاسب كل المسؤولين تمام في اللجان الاولمبيه الوطنيه في العالم كله. عشان ما حدش يطلع يضحك على الناس ويقول لهم اصل الميثاق الاولمبي وعيشونا في فزاعه وشكلوا لجنه ثلاثيه كانت تاخد قراراتها من خارج الحدود عشان يقعدوا في المناصب بتاعتهم ويستفيدوا من كراسيهم ويحققوا مصالحهم. كلامي واضح. الملياردير الكوري للساده المشاهدين بس، الملياردير الكوري صاحب اكبر شركه مش هقول اسمها عشان ما بقاش اعلان، اسمه لي كون هاي. ده الراجل ده بلده في كوريا الجنوبيه، عاقبته علشان تهرب من الضرايب ما دفعش 108 مليون دولار لبلده. اوف 108؟ لبلده مش اللجنه الاولمبيه. يعني قضيه خاصه بينه وبين بلده. عملت ايه؟ وبعدين طلع عليه حكم بالحبس 3 سنين. عشان تهرب من الضرايب. وده ملياردير على فكره، في عقد بينه وبين الاتحاد الدولي وعقد بينه وبين اللجنه الاولمبيه لتمويل الانشطه الرياضيه. عملت ايه اللجنه الاولمبيه؟ توماس باخ عمل ايه؟ عزل الملياردير الكوري من اللجنه الاولمبيه الدوليه ومنعه من انضمام لاي لجنه اولمبيه في العالم وممارسه العمل الاولمبي. هي عشان ناس جاد، ناس بتطبق، عشان قضيه في بلده، ناس بتطبق اللوائح اللي مكتوبه والميثاق والميثاق الاولمبي. ما حدش يجي يقول لي دلوقتي اصلا انا رئيس اللجنه الاولمبيه يبقى انا اعمل عقد شراكه واعمل شركه رياضيه تدير نشاط رياضي وتسويق رياضي وتعمل اعلانات وتسوق نفسها في النشاط الرياضي الموجود في مصر، وانا رئيس لجنه اولمبيه زي العقد الموجود ما بين المهندس ياسر ادريس و ابن شاطر. لا لا، وبين المهندس هشام حاطب. هشام حاطب ماشي، بيتكلم على ان ده الشركه اسمها كذا مش هقول اسمها علشان يديروا النشاط الرياضي في مصر. ادي العقد اهو، واكيد هم الزملاء واخدينه عندهم. ده العقد ببنوده كلها، وراس مال الشركه 30,000 جنيه
وما اعرفش 30000 جنيه ليه، ما اعرفش ايه 30000 جنيه يعملوا ايه حاجه عشان يدور الرياضه في مصر، عشان الضرايب. ده اسمه تضارب مصالح. الناس بتعمل كده، ده اسمه تضارب مصالح. ولو حد خد العقد ده وطلع بين اللجنه الاولمبيه الدوليه بناء، في ناس بالفعل بتعمل كده دلوقتي، بناء على الميثاق الاولمبي اللي هم خوفوا المصريين بيه، هيتم اتخاذ اجراءات، وممكن اجراءات قاسيه جدا. تعال شوف بقى اللي يخالف ضد الشخص. ضد الشخص تعال، وحتى ضد شريكه. لا لا يعني الماده 19 مش ضد اللجنه الاولمبيه المصريه. يا استاذ عمرو، الماده 19 في الميثاق الاولمبي بتقول ايه؟ ان الواحد يفقد عضويته في اللجنه الاولمبيه في حال خان القسم الاولمبي. يعني حنس بالقسم واعتبرته اللجنه مهملا في واجباته وعرض مصالح الحركة الأولمبية للخطر، بيتعزل، بيتوقف مجرد ان القسم بس. فسعادتك ما بالك انت عامل شركة رياضية هتتعامل مع الرياضيين الموجودين؟ يبقى انت، ما هو انا بستغل منصبي. ده اسمه تضارب المصالح في لجنة القيم والأخلاق التابعة للجنة الأولمبية الدولية، وكمان في محكمة رياضية اللي هي الكاس اللي تأسست سنة 93 عشان تحاسب كل المسؤولين في العالم على نشاطهم. طيب، اللي بيستفيدوا منه. هسمع بعد كده الملف الثاني المهم اللي معاك أوراق عشان نعرضها، بس أستاذ عمرو إيه رأيك في الكلام اللي اتقال ده كله؟ أستاذ الكلام ده طبعا سليم للغاية طبعا، وأستاذ عبد الشافي يعني جايب دفوعه وراجل جاي محامي وأوراقه والأختام موجودة وأوراقه كلها موجودة. القصة حضرتك المصيبة والكارثة إن إحنا الناس دي ما بتترشح بتقول لك عمل تطوعي وبيجتزئ من وقته ووقت أسرته ووقت شغله الخاص عشان المصلحة العامة والجماهير، وبيجتزئ من نومه وبيسيب كل حاجة عشان العمل التطوعي، ولكن بتجد ان هو بيحصل انتفاعات شديدة للغاية. وللأسف لو انت حضرتك رجعت حوالي من 60 ل 70، وانا كده متفائل جدا، من اللي بيعملوا في العمل التطوعي سواء في الانديه او الاتحادات الرياضيه، تجدهم ان هم لا، في شبهات كثيره. واتمنى ان الجهات الرقابيه تراجع قبل ما يخش وبعد ما يخش، ولازم يقدم اقرار ذمه ماليه قبل ما يخش وبعد ما يخش، الى جانب ان في بعض الناس دلوقتي بقت يقول لك انا داخل اترشح على انتخابات حاجات عشان، طب ايه يا تسيب شغلك و فما بيقولكش هو في ايه، تحس ان في مغاره علي بابا هتتفتح له. ده للاسف ده من ايه؟ لا بقى الملابس الرياضيه والسفريات والملاعب والكور والمش عارف ايه والانشاءات اللي ضربه في كل انديه مصر، ده لازم يبقى في رقابه. السيد هشام حطب راح جه قال لك بصراحه عشان الراجل مش موجود واحنا نقعد نقطع في فروته. لا مش هقطع فيها على فكره، انا بقرا في الورق. ها راح جه قال لك ايه؟ قال لك هذه الشركه تم تكوينها قبل ما ابقى رئيس اللجنه الاولمبيه، ومن ساعه ما تم تكوينها مجمده وما بتعملش اي شغل. لا والله لا يا راجل لا يا شيخ. طب اطلع عقد مفاجاه ثاني؟ ليه ليه ليه؟ خلينا عشان وقتنا بيجري جدا، نطلع عقد مفاجأة تاني. ورينا المفاجأة. لا لا لا، العقد التاني المفاجأة. طيب. اللي هو عقد، هو في الصور دي معاكم تعرضوها على الشاشة يا جماعة. 1/4/2015 كان المهندس هشام حطب اعتقد 2015 رئيس اللجنة الأولمبية بعد عزل الرئيس السابق لخلافات مع الوزير وأسباب أخرى، خالد زين المستشار خالد زين. العقد التاني دي شركة جديدة فيها مين بقى؟ فيها ثلاث أطراف. شركة تانية؟ طبعا. مين الثلاث أطراف؟ إيه الجديد ده؟ قول لنا. السيد الاستاذ محمد هشام محمد توفيق محمد حطب ده ابنه، ده الشركه دي. طبعا الولايه في، عشان هو قاصر ربنا يحفظه له ويخليه له، الولايه لابنه لوالده محمد هشام، هشام محمد توفيق حطب. ده عقد الشركه الثانيه هو يا جماعه 2015. قرب الكاميرا كده عليه يا جماعه. مدته 5 سنين اداره منشات رياضيه وتسويق واعلانات. حد يقول لنا يا جماعه هل يجوز في قانون القيم والاخلاق ان انا ابقى متطوع بتاع الميثاق الاولمبي؟ بتاع الميثاق الاولمبي لا، وفي لجنه اسمها الفزاعه، ما هو الفزاعه اللي بتقلنا بقى لها سنين. ماشي، ادي الميثاق الاولمبي اهو، ما ينفعش يبقى عندي شركه زي كده وانا صاحب منصب مهم واضيف لي منصب اخر اللي هو تنفيذ قانون 17. طب.
71 لسنة 2017. الورقة الأخيرة اللي حضرتك ورقة شركة إيه كمان؟ لا بس دي كارثة. ماشي كون الشركة دي بعد ما تيجوا معايا حلقة تاني. ماشي خليني أكمل بس. بعد ما بقى رئيس اللجنة الأولمبية. السجل التجاري اللي طالع برقم 1465 وري للناس وري للناس كده عشان برضو نزلوا عشان الناس تفهم. والسجل التجاري ده اهو لحضراتكم بتاع الشركه الرياضيه للمهندس هشام حطب ونجله الاستاذ محمد هشام حطب. يا جماعه في حاجه اسمها تضارب مصالح، زي ما انا اتكلمت في موضوع حكايه الاتحاد الدولي لكره القدم، ما هو عنده لجنه قيم واخلاق وعزل ناس كتير و43 واحد من الاتحاد الدولي في السجن. مكودي رئيس الاتحاد التايلاندي في السجن علشان زور اراده الجمعيه العموميه الاتحاد الكوري. الاسبوع اللي فات رئيس الاتحاد الكاريبي تم ايقافه 6 سنوات ومنعه ممارسه اي نشاط له علاقه بكره القدم. عارف ليه حضرتك؟ ليه؟ عشان تضارب المصالح، عشان استفاد من الشركه الراعيه. واحنا مش تضارب مصالح، احنا بنعشق تضارب مصالح. استاذ عمرو انا مش هقول لحضرتك ايه في الكلام ده، لكن في دقيقه يا استاذ عمرو الاهلي ينتصر، ده وجهه نظر. لا انا هقول لحضرتك حاجه عشان كده هيبقى كانك بتبحث وتنبش في ملفات اشخاص عشان قضيه. لا تمام، هذا ملف وهذا ملف. هفترض ان الاهلي قانونيا، هفترض وانا راجعت الناس القانونيين وموقف الاهلي سليم، هفترض ان موقف الاهلي قانونيا بسبب اللائحه التنفيذيه بتاعته واللائحه الاسترشاديه خطا. وهذا الكلام موجود، ده ما يطمص عينيك. لا دي حاجه بتاعه الدوله، دي حاجه انت بتعلمها للولاد في طابور الصباح ان رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه اللي بيعد لك بطل اولمبي عشان يرفع علم مصر عشان يقول النشيد الوطني بيضرب في النواحي الماليه وبيشتغل بغير وجه البريء اللي هو بيشتغل بيه، ومش هو فقط وغيره اخرين. القصه عندنا لما الاربعه او خمسه اعضاء لجنه اولمبيه قالوا ان هم لم ما شافوش اللائحه الاسترشاديه، وجات لهم من وزاره الشباب والرياضه والناس راحوا له وقع عشان رمضان والفطار ومش عارف ايه ووقعوا، ثم يتم الهجوم عليهم من زمايلهم اللي بيقعدوا معاهم على المنضده. طب ما قبل ما يقولوا الكلام ده، ولو انت شايفهم وحشين ما تنتقدهم يا اخي. تمام، لا في امور كثيره فيها لبس وظهرت، وللاسف عشان كده الواحد ما بي يعني يجي يقول لك ناخد رياضي او تقول له بلاش الرياضه. ليه؟ لان اصبحت الرياضه الان تدار زي تجار مخدرات، زي تجار سلاح. مش هي اللي بتصدر للناس النواحي الايجابيه اللي تطلع من جواك الطاقات الايجابيه اللي هو تخلي عندك يا راجل. لو الولاد اللي لما بيكسبوا في دورات اولمبيه بتلاقي الشعب كله بيرقص على رجل، بعيد عن كره حتى القدم، تلاقي في الملاكمه في التايكوندو في سباحه، تلاقي الدنيا اختلفت، تلاقي كان مصر دي راحت عند طبيب نفسي رفعت الروح المعنويه والناس عايزه تحت تصحى الصبح بدري وتشتغل. انما تجد ان ده بيحصل فساد، لا الناس دي في بيحصل لهم تجميد مدى الحياه، في زي ما الاستاذ عبد الشافي بيقول بيحصل سجن. الامور العمل التطوعي مش ميغا واحنا بنديكم مفاتيحها وتلعبوا بيها سبهلله. الفقره دي هنهيها بان العمل التطوعي مش ميغا وقبل ما تيجي الانتخابات الجايه والنبي، ما ده عشان الانتخابات اللي حاصله. ممكن اقول لك مفاجاه كابتن شادي، في مجموعه من المحامين واساتذه في كليه الحقوق يستعدون الان لرفع دعوى قضائيه قدام محكمه اداريه ثم محكمه دستوريه لابطال قانون 71. الخوف مع تريس يروح يبطلها، ما هو عمال مع تريس عمال يروح يقول لك على اعتبار ان هو ادى سلطات للجنه الاولمبيه، سلطات نموذج مش موجود في العالم كله، ويمكن انا اتكلمت قبل كده وقلت لا موجود حتى في اوغندا ولا موجود في اسبانيا، ان اللجنه الاولمبيه تدير. اللجنه الاولمبيه هي هيئه رياضيه، الانديه ليست اعضاء فيها اعضاء، الجمعيات العموميه هي الاتحادات. انا عايز اسال المهندس هشام حاطب هو اخر سؤال لو سمحت عشان وقتنا. اخر سؤال، اللجنه الاولمبيه هتعمل انتخاباتها امتى؟ هو هيرد عليه بكره يا اما بعد ما تتظبط الاتحادات الرياضيه. لما تتظبط الاتحادات، ناقص كام اتحاد كده وانا عارف حاجة. لما جبر الجلاد استاذ عبد الشافي صادق شرفتني ونورتني. اشكرك يا كابتن، انا مع اي صوت حق
داعم مساند ويكون مشرفني كمان في الاستوديو. شرفتني ونورتني. اشكرك كابتن. حضرتك هتبقى موجود معانا قريب انت واستاذ عمرو تاني ان شاء الله. ان شاء الله. والملف ده بالورق ده كله هنعرضه لحضرتك. لا ده في اوراق كتيره مش ورق. ده جايب الخيول والحصانه والدنيا. استاذ عمرو كمال شرفتني. شكرا. ونورتني. شكرا. الوقت بيجري معاكوا دايما لكن ان شاء الله طول ما في اصحاب كلمه حق احنا كابتن شادي دي بلدنا على فكره. ان شاء الله يا كابتن شادي دي بلدنا يجوا يقولوا الحق. شرفتنا ما استخبوش. شكرا يا كابتن شادي. اكيد هختم الحلقه بسؤال زي ما هو سال الاستاذ هشام حطب. انا هسال المسؤولين في الدوله وخصوصا وزير الشباب والرياضه الكلام الخطير اللي احنا بنشوفه كل حلقه ما بيتردش عليه ليه والناس ساكته ليه وهقول الهتاف زي الجماهير اللي ساكت ساكت ليه. المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي وتصبحوا على الف خير والكرة للجماهير.